في أعماق الغابات المظلمة حيث لا يصل ضوء النهار، تبدأ الأساطير التي لم تجد تفسيرا، همسات غامضة وأصوات تثير القلق تدعوك للغوص في عالم مليء بالغموض. في كل مكان عيون ترقب الحقيقة المختبئة وراء الظواهر، لكنها ترى فقط انعكاسات مريبة لقوى لا يمكن تفسيرها. هل أنت مستعد لمعرفة ما خلف هذه الأضواء؟ أسطورة المومياء الملعونة، قيل إن لعنتها كانت وراء غرق التايتانك، وأن قوى خارقة سافرت عبر الزمن لتقلب التاريخ رأسا على عقب. هل يمكن أن تكون الحقيقة مختبئة في هذه النقوش القديمة؟ روزويل، نيو مكسيكو، 1947. حادث غريب لطبق طائر أشعل نظريات المؤامرة حول وجود كائنات من عوالم أخرى. هل نحن فعلا وحدنا في هذا الكون؟ بين المرآة والحقيقة تقف أسطورة ماري الدموية، قصص عن شجاعة أشخاص اختبروا حدود الواقع، لكن ما ظهر لهم لم يكن مجرد انعكاس. في غابة بيركتسفيل اختفى 3 طلاب سينما، لكن ما تركوه وراءهم كان أكثر رعباً مما تخيلوا. هل كانت الأسطورة حقيقية أم مجرد خدعة متقنة؟ في أعماق الريف الأمريكي تتكرر حوادث غامضة لم يجد لها العلماء تفسيراً. هل هي تجارب فضائية أم مؤامرات حكومية تتجاوز حدود العقل؟ تجربة فيلادلفيا، هل استطاعت البحرية الأمريكية جعل المدمرة تختفي باستخدام التكنولوجيا؟ أم أن الحقيقة تتلاشى كما تلاشت السفينة في ميناء فيلادلفيا؟ في القرن 19 خدعة حيرت العقول. هل كان السحر حقيقياً أم مجرد وهم بصري؟ الحقيقة قد تكون أكثر غرابة مما تتخيل. هل وصل الأمريكيون حقاً إلى القمر؟ أم أن ما رأيناه كان خدعة مدبرة بعناية؟ انعكاسات غامضة تشير إلى أن هناك أسراراً مخفية في هذه اللحظة التاريخية. في ظل الحرب الباردة كانت الحكومة الأمريكية تجري تجارب سرية، السفر عبر الزمن، التحكم بالعقول وحتى القوى الكهرومغناطيسية. هل وصلت البشرية حقاً إلى هذه الحدود؟ في الظلام يكمن السر. هل كل ما رأيناه مجرد خيال؟ أم أن الحقيقة أخطر مما يمكننا استيعابه؟ العين هي نافذة إلى المجهول، فهل تجرؤ على متابعة هذا الطريق؟ هل تساءلتم يوماً عن الدوائر الغامضة التي تظهر فجأة في الحقول؟ ماذا تعني تلك الرموز العملاقة؟ وهل هي رسائل من كائنات فضائية أم مجرد خدع متقنة؟ سنكشف لكم القصة الحقيقية للفتاتين اللتين خدعتا العالم بصور الحوريات. سنغوص في أعماق قصص الاختطافات الغامضة وزيارات الفضائيين للأرض، ونتساءل، هل نحن وحدنا في هذا الكون؟ تعرفوا على الساحر الذي تحدى أقوى المشعوذين وكشف أسرارهم أمام الجميع. انضموا إلينا في رحلة إلى مثلث برمودا المثير، واكتشفوا الأسرار وراء العلاجات الروحانية المثيرة للجدل. ولا تنسوا القصص المرعبة للوحة ويجا المسكونة، والسؤال المحير، هل يمكن لعصا بسيطة أن تكشف المياه المدفونة في أعماق الأرض؟ هل يمكن لشكل جمجمتك أن يكشف أسرار شخصيتك ومستقبلك؟ اكتشفوا معنا علم قراءة الجماجم، أو ما يعرف بفرينولوجي، العلم الزائف. استعدوا للغوص في عالم الطقوس السرية التي أثارت الرعب في القرن 20. مجموعة من الأشخاص يجدون أنفسهم محاصرين في طقوس مميتة، فهل سيتمكنون من النجاة؟ ما الذي كان يحدث فعلا في تلك اللحظات؟ الحقيقة هنا أكثر رعبا مما تتخيلون. لننتقل الآن إلى عالم الظواهر الخارقة للطبيعة، عندما تجتمع العلوم مع الأشباح في رحلة لتحقيق المستحيل. هل هي أرواح ضائعة أم مجرد خداع بصري؟ هل هي مجرد مصادفة أم لعنة حقيقية؟
اكتشف القصة الغامضة لمقبرة توت عنخ آمون، وكيف تحول فتح المقبرة إلى سلسلة من الأحداث الغريبة والموت الغامض، وأخيراً أورا جيلر الشخصية المثيرة للجدل، هل هو فعلاً يمتلك قوًا خارقة للطبيعة أم أنه مجرد فنان في خفة اليد؟ من ثني الملاعق إلى إيقاف الوقت، سنكشف الأسرار وراء العروض التي أدهشت العالم وأثارت جدلاً لا ينتهي. إذا كنتم من عشاق الغموض والإثارة وترغبون في اكتشاف الحقائق المدهشة وراء هذه الأسرار، فهذا الفيديو مخصص لكم. المومياء التي أغرقت التيتانيك، كل عناصر الإثارة موجودة في هذه القصة. هناك سفينة، وهناك مومياء فرعونية ملعونة، وهناك حادث غرق مروع. ما زالت قصة غرق التيتانيك ليلة 14 إبريل عام 1912 غير مكتملة الجوانب، حتى وإن كان التفسير السهل هو القبطان المستهتر الذي أراد أن يحقق رقماً قياسياً، من ثم السرعة الجنونية والاصطدام بجبل الجليد وكل التفاصيل التي يعرفها العالم اليوم عن ظهر قلب. القصة غير الرسمية تحكي عن مومياء أميرة فرعونية كانت على ظهر السفينة. أميرة عاشت قبل ميلاد المسيح ب15 قرناً ودفنت في الأقصر على ضفة النيل. ظلت راقدة هناك حتى جاء السيد البريطاني ليشتريها عام 1890، وسرعان ما وجد التابوت طريقه إلى بريطانيا مسبباً عدداً من الكوارث في رحلته تلك. وقد وجد المشتري أن المومياء جلبت عليه الوبال، لذا باعها إلى المتحف البريطاني. هنا يبدأ فصل من رواية جوهرة النجوم السبعة لأديب الرعب برام ستوكر. الفارق الوحيد هو أن هذه الأحداث وقعت فعلا كما يزعمون وليست خيالا روائيا. بالطبع سببت المومياء طريقا لا ينتهي من الآلام والموت غير المبرر لكل من تعامل معها أو شارك في نقلها إلى المتحف. أمين المتحف كان يسمع صوت بكاء يأتي من قاع المومياوات ليلا، كل من يحاول مسح الغبار عن الوجه المرسوم على التابوت يموت ابنه بالحصبة خلال أسبوع. حسب القصة أوشكت المومياء على القضاء على طاقم العاملين في المتحف، حتى المصور الذي التقط صورة للغطاء وحمضها رأى وجها مريعا لدرجة أنه أغلق غرفته على نفسه وفجر رأسه بالرصاص. قامت العرافة الشهيرة هيلينا بلافاتسكي بزيارة المومياء، وكان رأيها أن قوى شريرة تسكن المومياء، قوى لا يمكن طردها لأن الشر يظل شرا للأبد، فقط يمكن التخلص من المومياء، هذا هو الحل الوحيد. في إبريل عام 1912 تحمس رجل أعمال أمريكي عنيد لشراء المومياء ورتب نقلها إلى نيويورك على ظهر التيتانيك. وهكذا شهدت ليلة 14 من إبريل النهاية المروعة التي يعرفها الجميع، عندما غرقت التيتانيك وعلى متنها تابوت الأميرة ومعه 1500 مسافر. هذه هي القصة التي يصدقها كثيرون، وقد قرأتها في أكثر من مصدر، وتثير اهتمام كل من يكتب في مجال الغرائب وألغاز الطبيعة. هل القصة حقيقية؟ يقول الذين ينكرون القصة إنها مستحيلة. القصة تزعم أن العرافة هيلينا بلافاتسكي رأت المومياء قبل بيعها مباشرة، والحقيقة أن العرافة الشهيرة توفيت عام 1891 بينما التيتانيك غرقت عام 1912. من الصعب أن تكون رأتها قبل غرق السفينة ب21 عاماً. عام 1985 قام تشارلز هاس رئيس لجنة تقصي حقائق غرق التيتانيك بفحص سجل حمولة السفينة، فلم يجد أي ذكر لشحن مومياء على ظهر السفينة. النقطة الأهم هي أن غطاء التابوت موجود حتى اليوم في المتحف البريطاني.
ورقمه هو BM number 22542 في القاعة الفرعونية الثانية. يقول من درسوا هذه القصة إنها ولدت على يدي بريطانيين هما ويليام ستاد ودوغلاس موراي. الأول كان صحفيا شهيرا يؤمن بالسحر والروحانيات، والثاني كان يطلق حول نفسه سمعة خبير المصريات. كتب الرجلان كثيرا عن المومياء الفرعونية الملعونة التي تسبب الكوارث في كل مكان. بعد هذا سافر ستاد إلى الولايات المتحدة بناء على دعوة الرئيس الأمريكي تافت لإلقاء محاضرات حول السلام العالمي. طبعا لم يركب سفينة أخرى سوى التيتانيك، وطبعا كان من أوائل الذين غرقوا على ظهرها. غرق ستاد، لكن بعدما حكى قصة المومياء الفرعونية عدة مرات على العشاء لرفاقه على ظهر السفينة، هكذا تذكر الناجون القصة وربطوا بين غرق السفينة والمومياء. وهكذا ولدت خرافة أن المومياء كانت على ظهر السفينة الغارقة. تتمادى الأسطورة أكثر فتزعم أن مشتري المومياء دفع رشوة لنقلها إلى السفينة كارباتيا التي أنقذت الناجين من التايتانيك. بعد هذا نقلت إلى كندا على ظهر السفينة إمبراطورة أيرلندا. طبعا في أثناء رحلتها اصطدمت إمبراطورة أيرلندا بناقلة فحم وغرقت وعلى متنها 700 مسافر. يقول المعلقون إن هذه الأسطورة تعكس محاولة الإنسان المستمرة لإيجاد تفسير للكوارث، هذا يجعله أكثر اطمئنانا في عالمه الخاص. إن التايتانيك غرقت ليس لأننا في كون خطر أو لأن الطبيعة قاسية يصعب التحكم فيها، ولكن لأنها كانت تحمل مومياء فرعونية ملعونة. هذا يجعل الحياة أكثر وضوحا ومنطقية ويطمئننا أكثر على أنفسنا في رحلتنا القادمة. الأمر كله محاولة لجعل الكون مكانا قابلا للتنبؤ وبالتالي أكثر أمنا. يمكنك أن تنجو من الغرق على سفينة تعبر الأطلنطية فقط إذا تأكدت من أنه لا توجد مومياوات فرعونية على ظهرها. وهكذا تتهاوى أسطورة مسلية أخرى، وإن كان كثيرون لن يقتنعوا بهذا التفسير البسيط المحبط. مخلوق روزويل، ما الذي لا تخبرنا الحكومة به؟ سوف ترى صورته في كل مكان، في السينما، في حلقات الملفات إكس، على تيشرتات الشباب، على شبكة الإنترنت، بملامحه الضفدعية الشهيرة وعينيه الواسعتين السوداوين الميتتين. إنه الكائن الذي حفر صورته للأبد كرمز للغريب القادم من الفضاء الخارجي. أليان، فيلم تشريح الغريب الفضائي موجود على كل جهاز كمبيوتر تقريبا، وقد عرضته عدة مكتبات عامة في مصر باعتباره فيلما تثقيفيا. بدأت القصة بإشاعة قوية تقول إن الجيش الأمريكي قبض على طبق طائر في مزرعة بمنطقة روزويل. تقول القصة إن كل شيء بدأ في ليلة مظلمة في 4 يوليو عام 1947. تهشم طبق طائر قرب حدود مدينة نيو مكسيكو، وجد الحطام فلاح فأخذ بعضه إلى الشريف الذي استدعى قوات الدفاع الجوي. في موقع الحطام وجدوا أشياء غريبة عليها كتابة هيروغليفية، سرعان ما وجدت طريقها إلى مكتب الجنرال روجر رامي في تكساس. لكن ما رآه الصحفيون عندما زاروا مكتب الجنرال كان بقايا من طاد استطلاع جوي. هكذا ولدت نظرية المؤامرة، وقالوا إن الحكومة الأمريكية تخفي الحقائق. العالم يحسب ما سقط في المزرعة من طاد قديما، بينما الحكومة الأمريكية تحتفظ ببقايا كائنات فضائية، وربما تحتفظ بكائن حي كامل. قالوا إن الرئيس ترومان كون لجنة سرية لدراسة هذه المواضيع الفضائية وأطلق عليها اسم ماجستيك 12. يقولون كذلك إن الغرباء يعيشون تحت الأرض في منطقة 51، منطقة الجيش السرية التي حرم التحليق فوقها، حيث يتعاونون مع الجيش
في تطوير اختراعات جديدة. هذا ما تقوله القصة، وهو في الواقع ذات ما يريد المواطن الأمريكي أن يعتقده. إن الحياة من دون كائنات فضائية تبدو محبطة مملة إلى حد لا يصدق. ومن هنا ولدت العبارة الشهيرة: ما الذي لا تخبرنا الحكومة به؟ المنطقة 51. إن المنطقة 51 حسب ما يعتقده المواطن الأمريكي هي قدس الأقداس بالنسبة لمؤامرات الجيش التي لا تنتهي. اسم هذه المنطقة الرسمي هو مركز اختبارات طيران القوات الجوية القسم 3، وهي منطقة في جنوب نيفادا بها قاعدة جوية مهمتها تطوير الطائرات الجديدة. لكن الخيال الشعبي يعتقد أنها مركز دراسة الأطباق الطائرة المحطمة، ربما هناك جثث أو أحياء من بقايا تحطم روزويل تعقد المؤتمرات مع كائنات الفضاء بصورة دورية هناك، وتتم السيطرة على الطقس وتطور أسلحة فضائية مرعبة، السفر عبر الزمن من النشاطات الروتينية هناك، كما أنها المكان المختار الذي تم فيه تصوير عملية الهبوط المزيفة على سطح القمر عام 1968. ما الذي حدث فعلا في تلك الليلة العاصفة من عام 1947؟ فعلا هوى شيء على روزويل، لكنه لم يهوي من الفضاء، بل هوى من ألامو غوردو. كانت هناك سلسلة من التجارب السرية تهدف إلى التجسس على قدرات الاتحاد السوفيتي. إن هذه هي الأعوام التالية للحرب العالمية الثانية، حيث كان السوفييت يعملون في جنون للوصول لسر القنبلة الذرية، والأمريكان يحاولون في جنون منع ذلك. هكذا ولد المشروع موغل المغولي الذي يقضي بمسح الفضاء بلاقطات الصوت بحثا عن صوت انفجار القنبلة الذرية. ثم اتضح أن هذه الخطة صعبة وغير عملية على الإطلاق. قام خريجو جامعة نيويورك بتجربة المناطيد الثابتة حاملة الميكروفونات، وقد فشلت هذه التجارب بشكل مثير للإحباط. هكذا تقرر أن ينتقل المشروع إلى ألاماغوردو، وفي الرابع من يونيو عام 1947 أجريت تجربة في ألاماغوردو، لكن المقذوف ضاع في مكان ما، وكان شكل المقذوف عجيبا، طوله عدة أقدام وتتدلى منه مناطيد وصناديق سود وعاكسات رادار. في الرابع عشر من يونيو عبر الفلاح مات بريزل حقلة فوجد الكثير من بقايا تلك المجسات الفضائية. وبعد هذا بعشرة أيام أدلى الطيار كينيث أرنولد ببلاغ يصف فيه رؤية جسم براق غريب يتملص كأنه طبق طائر. هكذا بدأت البلاغات تنهمر، وبدأ أن كل أمريكي رأى طبقا طائرا، أو كأن الأمة كلها تسبح وسط محيط من تلك الأجسام. عندما وجد الشريف حطام المجسات حملها إلى الماجر مارسل الذي لم يرى من قبل عاكس رادار. كانت خبرته محصورة في تحليل صور أثر التدمير من الجو. هكذا وجد نفسه مقتنعا بوجود شيء ما، شيء ما غير أرضي. لم ينخدع خبراء الاستطلاع الذين استدعاهم الجنرال رامي وعرفوا على الفور حقيقة الحطام. هكذا ماتت قصة روزويل على الأقل حتى نهاية السبعينات من القرن الماضي. فجأة عادت قصة روزويل للحياة، وأعيد استجواب الماجر مارسل الذي قال في ثبات إن الحطام لم يكن ينتمي لهذه الأرض. من الغريب أن كل من عملوا في تلك التجربة الفيزيائية الفاشلة لم يربطوا بينها وبين قصة روزويل هذه، ولم يلحظ أحد تزامن الحدثين إلا مؤخرا. تخيل أن تطلق بعض الألعاب النارية لتسلية أطفالك، وفي اليوم التالي تسمع الجميع يتكلم عن القصف الجوي الذي تم على البلدة أمس، فتصغي للقصص مندهشا غير عالم أنك المصدر الأصلي لهذه الإشاعة. في نهاية الثمانينات بدأت قصص التشريح تتسلل إلى الأسطورة. صارت روزويل مقصدا للسياح، واقتصادها يعتمد كثيرا على هذه الحادثة. برغم ما أعلنه الكثيرون وما اتضح من القصة، فإن الناس تأبى أن تصدق. يقول أحد خبراء
الأطباق الطائرة. هؤلاء العلماء لن يعرفوا الطبق الطائر حتى لو هبط على رؤوسهم. والحقيقة هي أنه بعد 50 عاما من الصور المهزوزة والقصص المتناقضة، فإن أي طبق طائر لم يهبط فوق رأس عالم واحد. قام أحد الخبراء بفحص توقيع الرئيس الأمريكي ترومان على أوراق اللجنة ماجستيك 21، وقال إن التوقيع مزيف، مأخوذ من وثيقة أخرى، الصورة التي نشرتها مجلة بنت هاوز عام 1996، ودفعت مبلغا فلكيا لمصورها. اتضح أنها صورة زائغة للتمثال الموجود في متحف روزويل، إلا أن أسوأ الخدع عامة هي فيلم تشريح الغريب الذي أذاعته قناة فوكس للأخبار مرتين، والذي يستغرق 91 دقيقة. وقد زعم موزع فيديو أنه ابتاعه من أحد رجال البحرية الأمريكية. مؤخرا اعترف جون هامفريز خبير المؤثرات الخاصة بأنه شارك في نحت وتصميم الغريب الذي يتم تشريحه في الفيلم. هذا الاعتراف يأتي بعد عرض الفيلم ب11 عاما. لقد تم تصوير الفيلم ليس في روزويل ولكن في كادن شمالي لندن عام 1995، واعترف هامفريز بأنه ظهر في الفيلم ككبير الجراحين. أما الكائن نفسه فقد ملأوا نموذجه بأمخاخ الخراف وأحشاء الدجاج التي ابتاعوها من سوق لحوم سميثفيلد. بعد التصوير تخلصوا من هذه البقايا في صناديق القمامة عبر لندن. اعترف هامفريز بأنه أعد النموذج على مدى 4 أسابيع، وقد صنعه من اللاتكس على قالب من الصلصال. هامفريز الذي صمم مؤثرات فيلم تشارلي ومصنع الشوكولاتة لم يخبر أحدا بالقصة سوى زوجته. قبل هذا الاعتراف لاحظ خبراء المؤثرات الخاصة والمهتمون بالأمر أن الفيلم الخام يحمل علامات لا تنتمي للجيش، وأن جراح الكائن الفضائي لا يمكن أن تحدث نتيجة لحادث جوي. قال البعض إن الغريب دمية، وقال البعض إنه جثة بشرية تم تبديل شكلها. قال بول كورتس رئيس إحدى لجان التحقيق: أسطورة روزويل يجب أن تموت موتا مستحقا. ما زال سؤال ما إذا كنا وحدنا في الكون أم لا يتطلب أجوبة أفضل من خدعة روزويل. وعلى مذيعي البرامج التلفزيونية ألا يخلطوا بين الأفلام الوثائقية وبين الأفلام المخصصة للتسلية. رعب أماتفيل. أماتفيل، من عشاق الرعب يجهل هذا الاسم؟ الرواية الأشهر لعام 1977، والفيلم فائق الشهرة لعام 1979، والذي تلته عدة استطرادات لا حصر لها. هذا البيت المسكون في نيويورك صار لفظة شائعة على ألسنة عشاق الرعب وفي كل كتب الخوارق، ويعرف كل من مر بهذا البيت القصص المحيطة به، لذا يبتعد عنه الأطفال خوفا حتى اليوم. مثل قصة غرق التايتانيك يمكنك أن تجد كل عناصر النجاح في هذه القصة. قصة حقيقية، بيت موجود فعلا، كتاب ذائع الصيت. الكتاب ذائع الصيت كتبه جاي أنسون ونشر عام 1977. لقد استأجره السكان الأصليون للبيت ليكتب ما حدث لهم بشكل احترافي. لقد بدأ كل شيء عام 1974، بالتحديد يوم 13 نوفمبر مع مقتل 6 أفراد من أسرة واحدة. هذه الأمور تحدث بكثرة في الولايات المتحدة، بل إنها وصلت إلى مصر المسالمة. حادث بني مزار، لقد مات الأبوان رونالد ديفيو وزوجته لويز رميا بالرصاص في فراشهما، ومات ولداهما وابنتاهما. لم يبق من الأسرة سوى رونالد الأصغر الذي اعتقل واتهم بالجريمة. هكذا بيع البيت بعد عام لأسرة جديدة تدعى آل لوتس، أب وأم وثلاثة أطفال. سرعان ما اكتشفوا أنهم ابتاعوا بيت الجحيم. الأبواب تنتزع من مفاصلها وخزانات الثياب تغلق بقوة. طين أخضر يسيل من الأسقف،
شيء مخيف له عينان بلون الدم يطل عليهم من النوافذ ليلا، شيء يترك آثار حافري ماعز على الجليد في الصباح. تحضر الأسرة قصا اسمه الأب بيكورارو ليبارك البيت فيفر منه وقد احترقت يداه. قام التلفزيون باستدعاء خبراء طرد أشباح كثيرين للبيت ومنهم أد وارن الشهير. الجميع اتفق على أن هناك قوة شريرة في البيت. هكذا غادره آل لوتس وأقنع الصحفي جاي أنسون بكتابة القصة، والقصة صارت كتابا حقق أعلى مبيعات على الإطلاق. وجد خبير الظواهر الخارقة ريك موران الكثير من التناقضات في القصة بلغت 100 نقطة، ومنها الزعم السائد ككل البيوت المسكونة في أمريكا في الواقع أن البيت مبني فوق مقبرة لقبيلة هندية. الحقيقة أن القبيلة المذكورة لم تسكن في المنطقة قط، وإنما سكنت على بعد 90 ميل. هل تريد ما هو أكثر؟ الأب بيكورارو يقول إنه لم يرى أي شيء غريب في البيت، فمن أين جاء الكتاب بقصة طرده من البيت واحتراق يديه؟ بالمزيد من الاستجواب وجد أنه يستحيل أن ترى الأسرة علامات حوافر خارج البيت، لأنه لم يسقط أي جليد يسمح بترك آثار طيلة إقامة الأسرة في البيت. لا يوجد أي خلل في مفاصل الأبواب، بينما الكتاب يتحدث عن أذى شنيع أصابها، لكن آل لوتس يتمسكون بقصتهم وقد نالوا الملايين من مبيعات الكتاب ومن حقوق إنتاج الفيلم. إن الرعب مهنة مربحة حقا، خاصة إذا زعمت أن كل شيء حقيقي. في النهاية قال محامي الفتى القاتل رونالد الأصغر ويدعى ويليام ويبر إنه اخترع هذه القصة وهو يشرب بعض زجاجات الخمر مع آل لوتس، وقال إنه كان يرغب في أن يطالب بإعادة محاكمة موكله على أساس أن البيت مسكون. لم يحدث أي شيء خارق للطبيعة في البيت. قيل أن طاقم تصوير الفيلم تعرض لأحداث غريبة، وهي مقولة أنكرتها بشدة مارغو كيدر بطلة الفيلم الأول. لقد تكفل الكتاب والفيلم بالقضاء على أي ذرة حقيقية باقية من القصة، لكن الرأي العام لم يصغي لما كشف عنه المحامي. يقول الغربيون الحقيقة لا تصمد أبدا أمام قصة ممتعة، وهذا جانب نفسي آخر مهم يفسر لنا لماذا يلفق بعض الناس قصصا كهذه. الكسب، الرغبة في التسلية، الرغبة في الظهور بمظهر العالمين ببواطن الأمور، الرغبة في الاعتقاد بأن الحياة منطقية، الرغبة في إلقاء اللوم عن كاهلنا إلى قوى خفية كاسحة، وأخيرا الرغبة الشهوانية في أن نخاف. يا ماري الدموية، أنا قتلت أطفالك، هل تجسر على إجراء هذه التجربة؟ ادخل الحمام في الظلام وقف أمام المرآة ونادي ماري الدموية 13 مرة بنغمة متصاعدة، حتى أن المرة 13 تكون للصراخ أقرب، ولسوف تجد امرأة تقف خلفك وتمزق وجهك. قيل إنك ترى وجه الشيطان، وقيل إن المرآة تتحول إلى اللون الأحمر، وقيل إن عدد المرات 7 فقط، وقيل إن طريقة الاستدعاء المثلى هي: يا ماري الدموية، أنا قتلت أطفالك. ثمة نسخة أخرى من اللعبة تتضمن أن ترى الفتاة عريس المستقبل في المرآة. من ضمن الطقوس المقترحة أن تكون هناك شمعة على كل جانب من المرآة، ومن ضمن النتائج المتوقعة أن تقتل ماري من يناديها أو تصيبه بالجنون. وفي بعض القصص تسحب من يناديها إلى داخل المرآة ليعيش معها. عادت هذه القصة المخيفة للظهور عام 1978 على يدي باحثة الفولكلور جانيت لانغلو، التي كتبت مقالا مهما عن الأسطورة. ويقال إنه ما من صبي أو صبية في العالم الغربي لم يجربها مع رفاقه. من هي ماري هذه؟
يقال إنها ساحرة أعدمت في سكوتلاند منذ 100 عام لأنها كانت تمارس السحر الأسود، ويقال إنها ماري ملكة سكوتلاندا التي اشتهر عهدها بالمذابح حتى استحقت لقب ماري الدموية، والتي قيل عنها إنها كانت تقتل العذارى لتستحم في دمهن طلبا للشباب. طبعا من الواضح أن هناك خلطا شديدا مع قصة الكونتيسا باثوري الرومانية التي كانت تمارس هذا الطقس. الحقيقة أن الملكة ماري أعدمت العديدين من البروتستانت لأنها كانت تريد أن يسيطر الدين الكاثوليكي على البلاد، وقد اعتقدت أنها بهذا تنقذهم من العذاب الأبدي. لماذا يتسلى الأولاد بهذه اللعبة؟ إنها كئيبة وربما خطرة. يصف علماء النفس الأعوام من 9 ل 12 بأنها سن روبنسون، نسبة إلى روبنسون كروزو. في هذه الأعوام يهوى الأطفال إشباع رغبتهم في الإثارة عن طريق الألعاب المخيفة واللهو في الظلام. المرايا تلعب دورا بالغ الأهمية في عقلنا الباطن، تشعرنا طيلة الوقت إنها تفصل بين عالمنا وعالم الروحانيات. وقد أجاد زيلازني كاتب الخيال العلمي الأمريكي وصف هذا في مجموعته قاعة المرايا. لأسباب كهذه يغطي الناس المرايا بعد وفاة أحد أفراد الأسرة إلى أن يدفن، والسبب هو أن المتوفى يرى نفسه في المرآة، ولذا تفضل روحه البقاء في البيت فلا ترحل. هذا ما يقولون في الغرب، والحقيقة أن لدينا الكثير من خرافات المرايا في الشرق كذلك. مشروع ساحرة بلير، هل الفيلم حقيقي؟ 3 من طلبة السينما ذهبوا إلى الأحراش قرب بيركسفيل بولاية ماريلاند في أكتوبر عام 1994 لتصوير فيلم طلب منهم في مدرسة الفيلم. لم يعد الطلبة ولم يعرف أحد مصيرهم، إلى أن وجدوا هذا الفيلم في كوخ قديم بعد عام من اختفائهم. هذه هي الدعاية المرعبة التي صاحبت عرض فيلم مشروع ساحرة بلير. في العام 1785 تم إعدام امرأة من قرية بلير في ماريلاند بتهمة السحر. بعد عام من إعدامها اختفى الذين أصدروا عليها الحكم، ومعهم نصف أطفال القرية. لم تعد هناك قرية تدعى بلير، وفوق أنقاضها بنيت مدينة بيركسفيل. إلا أن مسلسل قتل الأطفال واختفائهم استمر طيلة 150 عاما. ثم يأتي العام 1994 حينما يقرر 3 من الطلبة أن يحققوا في الأمر، وذلك ضمن المشروع الذي كلفوا به في مدرسة السينما. هكذا يختفي الطلبة، فلم يبقى منهم إلا هذا الفيلم الرهيب. الفيلم يصف الساعات الأخيرة لهؤلاء وكيف راحوا يفقدون حياتهم الواحدة تلو الآخر بعد إصابتهم بحالة أقرب إلى الجنون. وفي النهاية تشغل ناجية الأخيرة الكاميرا لتترك رسالة وداع لأمها وهي تبكي. كل هذا بكاميرا مهتزة عصبية أقرب إلى تصوير الهواة فعلا. يقول من درس الموضوع إن القصة كلها مختلقة. هناك كتاب كتب عام 1809 اسمه طائفة ساحرة بلير يحكي هذه القصة، لكن لا أحد يعتبره حقيقيا. متى اختفى هؤلاء الطلبة؟ متى راحت قوات الشرطة تمسح المنطقة؟ لما لم تذكر وسائل الإعلام حرفا عن القصة وقتها؟ حتى سكان بيركسفيل لم يسمعوا بشيء من هذا قبل الفيلم. القصة كلها فيما تقول مواقع الإنترنت ملفقة على يد مخرجي ومؤلفي الفيلم دانيال ماريك وإدواردو سانشيز. لقد شرحا للممثلين ما يجب عمله، ثم أطلقاهم في الأحراش لا يحملون سوى بوصلة وأطعمة وكاميرا محمولة، أي أنها مجرد تجربة بقاء على قيد الحياة تم تصويرها، مع فكرة عامة لدى الممثلين عن قصة الساحرة. لهذا اتخذ الفيلم طابعا تسجيليا مؤثرا شبه حقيقي. الطريف هنا أن أبطال الفيلم
الذين هلكوا أثناء التصوير ما زالوا يقدمون لقاءات صحفية حتى اليوم في أكثر من مجلة. هذه خدعة طالت، لكنها بالتأكيد كانت مسؤولة عن الأرباح الهائلة التي حققها الفيلم بالنسبة لتكلفته البسيطة جدا. إنهم يقتلون الجياد. تمزيق الماشية من الظواهر الريفية الأمريكية الأخرى التي يتكلم عنها هواة الغرائب كثيرا جدا. هناك حادث شهير وقع منذ 100 عام، عندما كانت الماشية تخصى واتهموا عامل زراعة بائس بالقيام بهذا، وقام مؤلف شيرلوك هولمز كونان دويل بالتحقيق في الواقع، واستطاع تبرئة عامل الزراعة البائس. تعود القصة بقوة في العقد الأخير لتصف الجروح الغريبة القاسية التي يجدها المزارعون في ماشيتهم بلا تفسير واضح، واللوم يلقى عادة على الكائنات الفضائية التي تحتاج إلى دم الماشية لتجاربها، أو على عبدة الشيطان الذين يمارسون طقوسا شاذة غامضة. يعرف العلماء أن الحشرات والديدان تلتهم الأجزاء الأكثر طراوة من الحيوانات الميتة، ومنها الأجزاء التناسلية، ويعرفون أن أنياب الوحوش يصعب أحيانا التفرقة بينها وبين آثار السكين. أحيانا يسبب انتفاخ الجثة وتعفنها تمزق الجلد في خطوط مستقيمة تشبه الجروح القطعية، وهي جروح لا تنزف بما أنها تحدث بعد الوفاة. قام رجال الشرطة في واشنطن بترك بقرة ميتة في حقل لمدة 48 ساعة لملاحظة ما يحدث لها، وقد وجدوا أن التعفن أدى لتمزق الجلد بشكل يشبه تماما الجروح التي يحدثها نصل حاد، بينما تكفلت الحشرات بجعل الجثة تبدو بالضبط في ذات الحالة التي وجدوا عليها جثث الماشية الغامضة. برغم هذا، تصف واحدة من المؤمنات بنظرية الغرباء الذين يمارسون الجراحة ما رأته في جثة من تلك. خط القطع رفيع جدا، كأنه تم بإبرة، وقد تعرض لحرارة عالية تقرب من 300 فهرنهايت، مما جعل الحافة صلبة. ومن الواضح أن الجروح حدثت بسرعة خلال دقيقتين أو أقل، لأن الخلايا الالتهابية لم تجد الوقت الكافي للهجرة إلى موضع الإصابة. ويتناسى هذا التقرير العلمي حقيقة أن تكون الجروح حدثت بعد الموت. من جديد تولد نظرية الحكومة الأمريكية الشريرة التي لا تكف عن عمل أشياء قبيحة. إن موضوع الجثث الممزقة هذا يتزامن مع رؤية طائرات هليكوبتر سوداء. هكذا اكتملت المؤامرة. الحكومة الأمريكية هي من فعل هذا. إنها تجرب أسلحة جديدة على الناس دون علمهم. تتطور النظرية أكثر فتزعم أن طائرات الهليكوبتر هذه هي أطباق طائرة متنكرة، وأن الكائنات الفضائية تمارس هذه التجارب بعلم الحكومة الأمريكية طبقا لمعاهدة لا نعرف عنها شيئا. يقول أحد منتقدي هذه الفكرة: من الطريف أن نتصور أن تلك الكائنات العبقرية سافرت بلايين الأميال إلى كوكبنا لتتسلى بتمزيق الماشية وترسم دوائر في حقول القمح. لماذا تفعل ذلك؟ لأنه لا توجد طريقة واضحة لفهم تلك الكائنات الفضائية غريبة الأطوار. ماذا حدث في فيلادلفيا؟ ماذا حدث فعلا في فيلادلفيا؟ في كل الكتابات الغرائبية سوف تجد الإشارة إلى تجربة فيلادلفيا باعتبارها الدليل الحي على إمكانية جعل الجسم غير مرئي، وهذا شيء يبعث القشعريرة بالفعل. تخيل سفينة حربية أو دبابة غير مرئية تتوغل خلف خطوط العدو وتنسف ما تنسف وتقتل من تقتل دون أن يعرف الذين ماتوا كيف ماتوا، ثم تعود سالمة. الزمان العام 1943، وبالتحديد في 23 من أكتوبر. المكان فيلادلفيا بنسلفانيا. الحدث: أجرت حكومة الولايات المتحدة هذه التجربة التي يؤكد كل الطاقم أنها لم تحدث قط. تقول القصة إن دكتور فرانكلين رينو
طبق نظريات أينشتاين الخاصة بالحقل الموحد. وطبقاً لهذه النظريات، فإنه باستعمال جهاز خاص يتعامل مع الجاذبية الأرضية والموجات الكهرومغناطيسية، فإن الضوء يمكن أن يتقوس حول جسم بحيث يجعله غير مرئي. لأسباب لا تخفى على أحد، تحمست البحرية الأمريكية للفكرة، وتم تزويد المدمرة ألدريدج بالأجهزة اللازمة للتجربة. في صيف عام 1943 بدأت التجربة، وقيل إن التجربة الأولى التي تمت في 22 يوليو جعلت المدمرة خفية تماما، فقط لم يبقى منها إلا ضبابا أخضر. طبعا أصيب كل ركاب المدمرة بغثيان شديد نتيجة الموجات الكهرومغناطيسية. أعيدت التجربة في شهر أكتوبر، وفي هذه المرة اختفت المدمرة كلية. وقد سبق هذا وميض أزرق مميز، كان تأثير التجربة الثانية أسوأ على الطاقم، مع عدة اضطرابات نفسية واضطرابات معوية. يقال إن عددا من أفراد الطاقم قد ذابوا ليختلطوا بسطح السفينة. أصيبت الحكومة بالذعر، وقد تم تسريح كل أفراد الطاقم بعدما تم عمل نوع من غسيل المخ لهم لإقناعهم أن شيئا لم يتم. هذه هي القصة التي نشرت عام 1965 في كتاب آفاق خفية، ألغاز حقيقية من البحر، بقلم فينسنت غاديس. عندما ندقق في القصة نجد أنه لم يحكها سوى شخص واحد من طاقم المدمرة يدعى كارلوس ألندس. في كل المصادر التالية هي إعادة سرد لما قاله، وقد قرأت ما قاله وما زعمه عن أنه كان يعمل مع تسلا العالم الصربي العبقري في بحوثه. رأيي الخاص أن ما حكاه أقرب للخيال العلمي منه إلى وصف شاهد عيان. لقد زعم أن السفينة اختفت ليس بصريا فحسب، بل ماديا، أي أنه كان قادرا على اختراق الجدران والعبور من مكان لمكان. لم يطور أينشتاين قط نظرية الحقل الموحد حتى وفاته عام 1955، ويرى العلماء أن منطقه كان خطأ أصلا، وحتى اليوم لا يعرف العلم طريقة ينحني بها حقل كهربي أو مغناطيسي حول جسم ما بحيث يصير خفيا. كان تسلا قريبا جدا من شيء مشابه، ومن تخليق مجال مغناطيسي موحد، لكنه مات عام 1943 قبل أن يعلن نظرياته تلك. طبعا نعرف أن مكتب المباحث الفيدرالية قد استولى على كل أوراقه بمجرد موته، فماذا عرف بالضبط ولماذا مات في نفس عام التجربة؟ هذه قطع لحم شهية لهواة نظرية المؤامرة. قال من وصف التجربة إن المولد الذي حملته السفينة أدى لتسخين الهواء والماء حولها، هكذا تكون سراب. هذا السراب أخفى السفينة، فلم يبدو منها إلا الضباب الأخضر. الحقيقة أنك تحتاج إلى مولد بحجم الشمس كي تتمكن من تقويس الضوء حول جسم بحيث يصير غير مرئي. في شهادة أحد الشهود يقول: أجرينا بروفة سرية على المولدات في أغسطس من ذلك العام. الجدول الزمني نفسه متناقض، لأن السفينة ألدريدج لم تدشن حتى 27 من أغسطس عام 1943، وفي أكتوبر وقت التجربة كانت في مياه البهاما. وقد قال البحارة القدامى إن السفينة لم تتوقف في فيلادلفيا قط. أنكرت البحرية القصة برمتها، لكن هذا الإنكار كما اعتدنا جزء مهم من نظرية المؤامرة. النظرية تقول منذ البداية إن الحكومة تخفي الحقائق، فما الجديد؟ فكرة الاختفاء ذاتها فكرة ممتعة لا تفارق الخيال البشري أبدا، إنها تمنح صاحبها سيطرة شبه مطلقة على الآخرين. وفي التراث الشعبي نجد فكرة تقية الإخفة، وفي الأدب العالمي نجد اتش جي ويلز ورجله الخفي. حتى الشاعر بوشكين الروسي لديه تقية إخفاء ارتدتها الحسناء لودميلا. بالنسبة للرجل اتش جي ويلز الخفي، فقد كان عالما فيزيائيا عبقريا، استطاع تغيير معامل انكسار اللحم ليصير مثل الهواء حوله.
إنك ترى بصعوبة قطعة زجاج مغمورة في الماء، وهذه حقيقة فيزيائية. من الصعب أن ترى أي جسم يقل معامل انكساره عن فاصلة وخمس من مئة عن الوسط المحيط به. بعد صدور الرواية بعشر سنين، قام العالم الألماني شبالتيغوليتس بمعالجة أنسجة حية بمادة سلسلات الميثيل، وهو سائل له معامل انكسار مرتفع، وبعد هذا غمر الأنسجة في ذات المادة. النتيجة أن العينات صارت شفافة تماما، شفافة وليست غير مرئية. وعلى كل حال، لم يستطع أحد أن يصل بالأنسجة لمعامل انكسار الهواء. والآن تأمل هذه التجربة التي تمت في لندن عام 1934. العالم الشاب يدخل كابينة مفتوحة المقدمة على مسرح ساطع الإضاءة، على رأسه خوذة يطلق عليها الخوذة المغناطيسية، ثم يضغط على محولات فوق رأسه وتبدأ التجربة. هناك موجات كهرومغناطيسية تسري في الخوذة التي تعلو رأسه. هنا يبدأ جسده في التلاشي ببطء. تقول القصة إن المشاهدين ظلوا قادرين على لمس جسده. كل ما كانوا قادرين على رؤيته هو قمع من النور كالذي يتولد بين قطبي موصل عملاق. لم يذكر الرجل تفسيرا للقصة، وإن كان الحواة يؤدون حيلا مماثلة ولا يزعمون أن للعلم دورا فيها. يقول ياكوف بريلمان الكاتب الروسي إن الرجل الخفي لو وجد فعلا لكان أضعف الناس، ولما نال أي تمزية من اختفائه. والسبب لأنه بالتأكيد سيفقد طبقة الصبغة السوداء في الشبكية، الطبقة المسؤولة عن الإبصار واحتجاز الضوء. هذه الطبقة لا يمكن أن تختفي، وحتى الأسماك الشفافة والحشرات التي تراها بصعوبة تظل محتفظة بتلك الطبقة السوداء. معنى هذا ببساطة أن الرجل الخفي لابد أن يكون كفيفا يتسول، وبالتالي هو ضعيف جدا وبحاجة إلى من يحميه. لم يقدم لنا العلم طريقة الاختفاء بعد، لكنه يقدم أساليب شبيهة، منها التمويه الذي عرفه العسكريون، والعسكريون تعلموه من الطبيعة. إن الحرباء تقترب كثيرا جدا من فكرة الرجل الخفي، والدب القطبي الذي يمشي وسط الصحاري الجليدية فلا تراه أنت إلا بعد فوات الأوان، وكذا فنون التمويه التي تخفي الدبابات والجنود وسط الصحراء أو الغابات. لقد كان الألمان يغلفون مناطيدهم بالمعدن البراق الصقيل الذي لا يعكس إلا السماء والسحب من حوله، وهكذا صارت رؤية هذه المناطيد شبه مستحيلة. قدمت بريطانيا فعلا فكرة الداغاسينج. شغل حواه. هذا المشهد ارتبط بالهند في أذهان العالم، مثله مثل حاوي الكوبرا والمعابد الهندوسية ونهر الجانج. هو ذا الفقير الهندي يقذف الحبل إلى السماء، لكن ليس كلما ارتفع يقع، يظل الحبل متعلقا في الهواء، وإن تلاشت قمته وسط الضباب يتعلق ابن الفقير الهندي بالحبل ويتسلقه لأعلى لأعلى حتى يبلغ قمته، ثم يتسلق الفقير نفسه. إن الإثارة لم تنتهي بعد، لأن أشلاء بشرية تقذف من أعلى من وسط الضباب. هنا ينزل الفقير إلى حيث كان ويجمع الأشلاء في سلة ويغطيها بقطعة قماش. هنا نجد أن ابنه ما زال حيا وقطعة واحدة. حيلة عظيمة تتم في العراء، فلا يمكن أن تزعم أن هناك حيل إضاءة أو خدعا بالكاميرا. هناك مشكلة واحدة فقط، هي أن أحدا لم يرها فعلا. كان أول من تكلم عن هذه اللعبة جريدة شيكاغو تريبيون عام 1890، وقد اعترفت الجريدة بعد أربعة أشهر بأنها كانت تحاول إثارة خيال القارئ وزيادة المبيعات. وأبدى المحرر دهشته من وجود كل هذا العدد من السذج القابلين للخداع وسط القراء. برغم هذا، هناك دائما واحد يعرف واحدا رأى هذه التجربة بعيني. حقق البروفيسور لامونت المهتم بالظواهر الخارقة في القصة، وقال إن التفسير الوحيد لها
هو عامل المبالغة، وهو يزداد حدة كلما تباعدت الفترة بين معاينة التجربة وسردها على الناس. قال آخرون إن التفسير هو التنويم المغناطيسي الجماعي أو تأثير مرايا خاصة. ربما هناك حبل آخر غير مرئي يتعلق به الحبل الأول، أشلاء قردة تلقى من أعلى، توأمان يختفي أحدهما فوق ثم يظهر الآخر في السلة إلى آخره. الحقيقة أن القصة وردت حرفيا تقريبا في قصص غريبة من استوديو صيني الذي كتبه بو سونغ لين وترجمه هربرت ألان جيلز عام 1880. القصة تحكي عن رجل صيني زعم أن عنده القدرة على تحدي نواميس الكون، لهذا تحداه الناس أن يأتي لهم ببعض الخوخ في الشتاء. لم يتردد الرجل وقال إنه قادر على أن يأتي بالخوخ من حدائق السماء، وجاء بحبل طويل رماه نحو السماء فظل معلقا، من ثم تسلق ابنه عليه حتى توارى بين السحب. في البدء نجح الصبي وألقى بثمرة خوخ عملاقة من أعلى، ثم يبدو أن أمره افتضح لأن رأسه هوى من السماء وبعدها هوت قدماه. يبدو أن الأب كان معتادا على هذا لأنه جمع أشلاء ابنه في صندوق ثم أغلقه وطلب من الناس أن يدفعوا ثمن الجنازة. بعدما جمع المال فتح الصندوق وطلب من ابنه أن يحيي الجمهور. هو ما قد كان. حكى مؤلف الكتاب هذه القصة التي رآها رأي العين، ثم قال إن هذه الحيلة يمارسها بانتظام أفراد جماعة السوسن الأبيض، وهي جماعة سرية في الصين تمتد جذورها إلى القرن الرابع عشر. يقول جيلز ضمن هوامش ترجمته إن الرحالة العربي ابن بطوطة وصف تجربة مماثلة، ويقول إن ماسكلين سيد سحرة عصره قال إن الصينيين يؤدون هذه الحيل باستعمال مرايا مقعرة. ربما كان الأمر كذلك، لكن المشككين في القصة كلها لا ينسون أنها وقعت في ذروة عصر الأفيون في الصين، لهذا يمكنهم أن يروا ويحكوا أي شيء. هذا نموذج للقصص التي لا تقابل أبدا من رآها رأي العين، إنما تقابل من عرفه أو قابله أو سمع عنه. هل هبط الأمريكان على القمر فعلا؟ يبدو أنه لا يوجد مكان في العالم تفر إليه من نظرية المؤامرة إلا القبر، وربما تجد من يشكك في وفاتك لا سمح الله ويزعم أنها خدعة كبرى قام بها الموساد. في عام 1969 زعم الكثيرون في مصر أن الأمريكيين لم يصلوا للقمر وإنما هم يكذبون، وكنت تجد الواحد من هؤلاء ينظر لك متهكما ولسان حاله يقول يا لك من ساذج. كانت هذه هي الصيغة الأولى للإشاعة، إلى أن جاءت الصيغة الثانية حول آرمسترونغ الذي سمع الأذان على سطح القمر. المهم أن هناك مؤامرة وشيئا تخفيه الحكومة الأمريكية، وقد اعتقدت أن هذه من العادات الأبدية المميزة للشخصية العربية التي تجلس وتصدر الأحكام ولا دور لها في الصراع الحضري، حتى وجدت عددا من مواقع الإنترنت الأمريكية تناقش هذه الفرضية بحماس. بدأ كل شيء بخبير تصوير يدعى كيفن أوفرستريت، أبدى رأيه في الصور الشهيرة التي تظهر هبوط طاقم أبولو 11 على القمر، ثم بدأ المتشككون يزدادون عددا إلى أن قدمت شبكة فوكس الإخبارية عام 2001 برنامجها الشهير عن الخدعة الكبرى، مما جعل الموضوع شبه منتهن لدى هواة نظرية المؤامرة. يرى هؤلاء أن صور الهبوط على القمر تم تصويرها في استوديو في قاعدة جوية في سان برناردينو، أما المؤيدون فيقولون إنه لو كانت الصور مزيفة لما صمدت خلال 30 عاما لفحص العلماء والمدققين. من المستحيل تصور وجود مؤثرات خاصة بهذه الدقة عام 1969، بينما الأفلام الحديثة مثل حرب الكواكب ورحلة النجم مليئة بالأخطاء التي يكتشفها أي طفل. يعتمد أوفرستريت على حشد من النقاط التي وجدها في الصور
مثلا انعكاسات الأشياء على زجاج قناع رواد الفضاء يوحي بوضع معكوس للعلم الأمريكي غير الموضع الذي غرس فيه فعلا. العلم يرفرف مع النسيم، فكيف يوجد نسيم على ظهر القمر؟ لا توجد أي نجوم في أي صورة التقطتها ناسا، برغم أنه من المنطقي أن تزدان السماء بها متى غادرنا غلافنا الجوي. يقول المدافعون عن ناسا إن هذا منطقي، لأن ضوء الشمس يغمر سطح القمر ويحجب أي نجوم، والأمر يشبه خروجك من غرفة ساطعة الإضاءة إلى الليل، عندها لن ترى أي نجم. قال المشككون إن آثار المركبة القمرية واضحة ومحددة أكثر من اللازم، ولا بد من خلط التربة بالماء لإحداث أثر كهذا. الإجابة هي أن التربة القمرية ناعمة جدا كالدقيق، تلتصق بالأحذية وترسم أي شكل يلتصق بها من دون ماء. قال المشككون إن أحد الجبال عليه حرف سي بشكل واضح، وأن هذه علامة تخص صاحب العهدة، كما يكتبون بيومي على ظهر الكراسي عندنا. الحقيقة أن هذا الحرف لم يوجد في الصورة الأصلية التي صار عمرها 30 عاما، إنما في النسخ المستخدمة منها، فهو مجرد عيب تحميض. يتساءل المشككون كيف يظل الفيلم سليما في درجة حرارة قمرية هي 280 فهرنهايت، المفترض أن يذوب ويتحول لكرة. الإجابة هي أن علب الأفلام كانت واقية ضد تغيرات الحرارة. أما النقطة الأهم التي يكررونها في كل مقالاتهم تقريبا، فهي كيف استطاع رواد الفضاء اختراق حزام فان آلن الإشعاعي القاتل المحيط بالأرض. الإجابة هي أنهم يجتازونه مرتين فقط أثناء المغادرة وأثناء الرحيل، وتكون سرعتهم 25,000 ميل في الساعة، لهذا يتعرضون له أقل من ساعة، وهذا لا يكفي إلا لإصابتهم ببعض الغثيان. وكيف استطاع الرواد أن يمشوا وسط مليارات النيازك الصغيرة التي ترتطم بهم كل ثانية؟ كيف لم تحدث المركبة ثقبا تحتها عندما لمست تربة القمر؟ الإجابة هي أن مساحة القاعدة التي تمس التربة عريضة، مما أدى لتوزيع الضغط، وبالتالي صار الضغط عليها لا يتجاوز وزن رائد الفضاء ذاته، دعك من أن عدم وجود ثقب هو أقرب للتصديق من وجوده، لأنه كان بوسع ملفقي المشهد أن يصنعوا واحدا. أما أغرب ما قاله المشككون فهو أن بعض الصور تظهر طاقم السفينة في بناية حديثة بها أضواء معلقة. هذه صور تذكارية صورت على الأرض قبل الإقلاع، ولم تزعم ناسا قط أنها صورت على القمر. أما عن العلم الذي يبدو مرفرفا، فهذا يعود إلى سلك معدني تم تثبيته في القماش كي لا يبدو العلم منكسا. قالوا إن فيلم الفيديو تم تصويره على الأرض بطريقة الحركة البطيئة حتى يبدو الأمر كأنها جاذبية القمر الضعيفة التي تبلغ سدس جاذبية الأرض، وإن تسريع الفيديو يجعل الصور تبدو كأنها على الأرض بالضبط. قالوا كذلك إن الصور متقنة جدا، بينما التحكم في الكاميرا الضخمة بثياب الفضاء المربكة أصلا تجعل هذا مستحيلا. من ضمن الاعتراضات أيضا أن الخلفيات في الصور متشابهة، برغم أن الصور أخذت من أماكن متباينة، وهناك صور متشابهة جدا قيل إنها التقطت في أيام مختلفة. الحقيقة أن هذا كان خطأ من فنيي ناسا الذين صنفوا صورا التقطت في ذات الساعة على أنها التقطت في أيام مختلفة. ثمة موقع شهير آخر يزعم أن الفيلم تم تصويره في المنطقة 51 المحرمة على الطيران والصحافة، لأن الصور تشبه الصحراء في تلك المنطقة، ولهذا ما زالت هذه المنطقة محرمة على المواطنين حتى لا يفتضح الأمر. يتساءل البعض لماذا لم ترسل ناسا رجالا آخرين للقمر منذ عام 1972 ما دامت نجحت في تجربة أبولو تلك؟ الإجابة هي أن العملية كانت مكلفة وخطرة، وقد أرسلت ناسا 12 رجلا بالفعل، وأثبتت أنها قهرت الاتحاد السوفيتي، هذا يكفي، خاصة
أن تنفيذ نفس المهمات اليوم سوف يكون باهظاً جداً نظراً لحساب التضخم. من ضمن ما يقال كذلك إن 10 رواد ماتوا أثناء مشروع أبولو في ظروف غامضة لا تفسير لها، قالوا إنها حوادث متعمدة كي لا يتكلموا عن الفضيحة التي لمسوا أبعادها. السؤال هنا هو لماذا تفعل ناسا هذا؟ وما مصلحتها؟ يجيب المشككون أن الهدف بسيط وشريف جدا، لكي تحصل على 30 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، ثم أن الحكومة الأمريكية كانت تعاني الويلات في فيتنام، لذا أرادت أن تشغل الناس بموضوع آخر. ولو لاحظت التواريخ لوجدت أن تاريخ الخروج من فيتنام يتزامن مع توقف رحلات الهبوط على القمر بعد أبولو 17، دعك من رغبة الحكومة الأمريكية في قهر السوفييت الذين كانوا يعملون بحماس مجنون للهدف ذاته. لهذا اخترعت هذا الهبوط لتدعي التفوق عليهم. طبعا لا تعليق. وتجربة أمريكية سرية أخرى. يشعر من يقرأ هذه القصص أن الجيش الأمريكي يعيش سلسلة لا تنتهي من التجارب الغامضة التي تحمل اسم مشروع كذا أو تجربة كذا، وفي كل الأحوال لا أحد يعرف أي شيء. وجدت في مواقع الإنترنت ما لا يقل عن 100 مشروع سري لا يعلن عنها الجيش كما يزعمون، إما لأنها سلاح على درجة عالية من الخطورة، وإما لأن التجربة سببت أضراراً بشرية يخشون أن تؤدي لمقاضاتهم. من ضمن أسماء التجارب الشهيرة نجد مشروع مونتك. مونتك هي قاعدة للطيران الأمريكي في لونغ آيلاند، تمارس فيها تجارب سيكولوجية عالية السرية. هي في الحقيقة امتداد لتجربة فيلادلفيا التي تكلمنا عنها. التجربة التي تم تمويلها سراً من أموال النازيين المصادرة تقضي بتطوير سلاح كهرومغناطيسي قادر على إصابة من يؤثر فيه بالجنون. من الممتع طبعاً تخيل جيش الأعداء وقد جن بالكامل. تذكرني هذه الحبكة بقصة مصورة ممتعة للفنان البلجيكي جودار وبطله مارتن ميلن، عندما ابتكر البروفيسور المجنون هاكل هان سلاح البيتزوكا الذي يوشك على تحويل نصف الكرة الأرضية إلى بلهاء. طبعاً يفضل البطل الهمام مارتن أن يدمر السلاح على تسليمه للجيش. هناك في كامب هيرو في مونتك حيث توجد قاعدة سرية تخص الطيران بدأت التجارب في أواخر الستينات، وعلى سبيل التمويه تبرعوا بالأرض لمشروع حماية الحياة البرية، حيث أن التجارب تجري تحتها. هناك تحت أقدام السياح الغافلين يوجد 12 طابقا ومئات العاملين، حيث يتم اختطاف المشردين والذين لا مأوى لهم لتجربة الموجات الكهرومغناطيسية على عقولهم. في هذا الوكر تم إجراء الكثير من التجارب على نقل الأجساد. على التخاطر مات كثيرون وتم دفنهم في ذات الموقع. تتمادى الإشاعات فتزعم أن العالم العبقري نيكولا تسلا ما زال حيا ويدير المشروع، وما كان نشر خبر موته عام 1943 إلا مجرد مؤامرة حكومية أخرى. هناك قصص عن السفر عبر الزمن والاتصال بتجربة فيلادلفيا، وقصص عن الاتصال برجل الجليد ياتي والاتصال بكائنات فضائية إلى آخره. لما انتهت أغراض التجربة تم غسل مخ من عملوا فيها أو أطلق عليهم الرصاص، هذا ما تقوله الإشاعات. صار المكان مفتوحا عامة منذ سبتمبر عام 2002 باسم حديقة كامب هيرو، ولم يتضح وجود أي أثر لتجارب غامضة تحت الأرض. إنها فكرة ممتعة مثيرة للخيال وقد استغلتها السينما كثيرا، لكن من المضحك أن ننظر لها بأي نوع من الجدية. دوائر في حقلي. يتخذ فيلم الرعب الشهير العلامات الذي أخرجه سيد التشويق الجديد أم نايت شاملين وقام ببطولته ميل جيبسون يتخذ دوائر المحاصيل كمبرر لحبكته المفزعة عن الغزو الفضائي الذي اجتاح الأرض. إن دوائر المحاصيل ليست جزءا معروفا من ثقافتنا العربية، لكن الجمهور الغربي يعرفها جيدا، وهي موضوع مألوف لدى كل الكتب والمجلات المهتمة بالغرائب. ينام الفلاح البريطاني ليلته
ثم يصحو ليفاجأ بأن حقل القمح قد امتلأ بدوائر هندسية متداخلة ومتقنة تهشم فيها المحصول كأنه رأس حليق. في العادة يتضح أن هذه الدوائر صنعها عمدا أحد هواة المزاح أو الشهرة، وهناك رجل يدعى دوغ باور اعترف بأنه صنع 250 من دوائر المحاصيل هذه خلال أعوام، لكن معظم الناس يعتقدون أن هذه الدوائر رسمتها أطباق طائرة جاءت من الفضاء الخارجي، والهدف محاولة الاتصال بنا باستعمال رموز سومرية عتيقة أو رموز تشير لحمض الغرباء النووي. هناك من استغرقوا جديا في هذه الدراسات لدرجة أنهم يطلقون عليهم اسم كروبيز. بعض العلماء فكروا في أشياء غريبة مثل دوامات الهواء والبرق وتأثير البلازما إلى آخره، لكنهم لم يفكروا كثيرا في احتمال أن هذه خدعة. وجاءت الحوريات. الحوريات كائنات جميلة دقيقة مجنحة تملأ قصص الأطفال الغربية. هناك حورية الأسنان التي تأخذ سنك وتترك لك مالا بدلا منها، وهناك الحورية الأم التي تعني بك طيلة الوقت عندما تبكي وحدك في المطبخ لأنك لم تستطيع حضور حفل الأمير. لكن الموضوع ليس بهذه السهولة، فلا بد من التفرقة بين الحوريات والأقزام. هذه الأخيرة كائنات مشوهة تعيش تحت الأرض. هناك الجنيات اللعوب بيكسيز التي اشتهرت بالمرح والخرق. هناك الألف وهو أقرب لجنية لعوب كبيرة الحجم، وأكثرهم يعملون في خدمة السحرة. إنك تجد كثيرا من هذه الألف في فيلم سيد الخواتم. برغم كل شيء قد تنجح الحوريات في خداع أرقى عينة من المثقفين، والمثال الأشهر لهذا هو حوريات كوتينغلي التي كانت مجرد صور ساذجة ملفقة ولا يمكن أن تخدع طفلا اليوم، لكنها حيرت الغربيين فترة لا بأس بها في أوائل القرن العشرين. الحقيقة إن فتاتين مراهقتين التقطتا صورا للجنيات في حديقتهما، وكانت الفتاتان لا تفقهان شيئا في فن التصوير ولا حيل التحميض، ويقال إن خبراء التصوير من شركة كوداك الذين رأوا سلبيات الصور لم يروا أي أثر يدل على العبث في هذه السلبيات أو تعريضها مرتين. صدق الكاتب الكبير آرثر كونان دويل القصة على الفور لأنه كان متعطشا إلى أي شيء يبرهن على وجود عالم روحاني لا نراه، وكتب كتاب مجيء الحوريات عن هذه الظاهرة العلمية، ونشر الصور بالاشتراك مع باحث ديني يدعى إدوارد غاردنر. لم يخطر له أن هذه الحوريات قصت من الورق وتم تثبيتها على الأغصان أمام الطفلتين. الطريف هنا أن الطفلتين زعمتا أن الحوريات لا تظهرن إلا لهما، وبالتالي لم يكن هناك شهود عيان على الإطلاق، وقد ظلت الأختان تصران على سرهما أعواما طويلة حتى العام 1977 حينما اعترفت واحدة منهما للبي بي سي بأن الصور ملفقة. قالت في إجابة مراوغة: لقد كنا نصور خيالنا، وهذا هو الشيء الصحيح في الموضوع. الفضائيون اختطفوني. هناك الكثيرون في العالم الغربي ممن يؤمنون بأن الغرباء الفضائيين يأتون إلى الأرض لاختطاف عينات من البشر. في مصر هناك ذلك الرجل الذي ظهر في كل برامج التلفزيون تقريبا زاعما أن طبقا طائرا اختطفه ثم أطلق سراحه، وبعدها صار قادرا على أكل الزجاج. لا أعرف طريقة تفكير الفضائيين الذين يسافرون كل هذه القرون الضوئية كي يقبضوا على رجل لمجرد أن يعلموه التهام الزجاج، لكن الرجل لم يؤخذ بجدية على كل حال، وهذا يدل على أن ملكة العرب النقدية قد تكون أفضل في حالات معينة. بالنسبة للعالم الغربي، وجد معهد غالوب أن ثلث الأمريكيين يعتقدون يقينا أن الفضائيين قد زارونا. هؤلاء الفضائيون رائقو المزاج يخطفون البشر، لكن بعد أن يرسموا دوائر في المحاصيل ويمزقوا الماشية. ليس هذا فحسب، إن مستوى الفضائيين الأخلاقي ليس شامخا للأسف، لأنهم يغتصبون البشر. هناك تقارير عدة عن اغتصاب البشر بوساطة كائنات فضائية ذات رؤوس متضخمة ولون رمادي أو أخضر. عندما تتلقى كل هذا القدر من التقارير المتشابهة
فالتفسير إما أن يكون هذا حدث فعلا، وإما أنه مشتق من نفس الفيلم أو نفس القصة المصورة أو نفس الحكاية الأصلية. يمكن قول إن أول قصة من هذا الطراز كانت قصة بيتي وبارني هيل عام 1961. زعم بارني أن الغرباء أخذوا عينة من سائله المنوي، وزعمت بيتي إنهم غرسوا إبرة في بطنها. وقد حكى الزوجان القصة وهما تحت التنويم المغناطيسي، لكن روبرت شيفر الذي حقق في الموضوع يقول إن القصة موجودة بدقة كاملة في قصة سترايبس صدرت عام 1930 اسمها باك روجرز في القرن 25. تتكرر تفاصيل القصة كما يلي: فترة من النسيان ثم استعادة كل شيء تحت التنويم المغناطيسي. الكل يحكي عن أجسام غامضة زرعها الغرباء في أجسادهم، وكلهم يصف الغرباء بنفس الطريقة تقريبا. بالمناسبة، عندما عرض العلماء فحص من زرعت هذه الأجسام في جسده لم يتقدم لهم أحد. يحكي واتلي سترايبر إنه سافر لعدة كواكب مع الغرباء ليلا، وهو مقتنع جدا بالقصة. هذه نقطة مهمة لدى من يحكون هذه القصص، لو لم يكن عندهم شيء من الاضطراب العقلي لما أصروا عليها، وبالتالي تجدهم مؤمنين فعلا بما يقولون ولا يبدون نصابين على الإطلاق. لا بد من أن تكون لديهم خلفية مسبقة من الهستيريا. ثمة طبيب نفساني من علماء هارفارد كتب كثيرا عما سمعه من مرضاه عن قصص الاختطاف هذه، ولما كان مرضاه لا يعانون أي مشاكل نفسية، إذن لماذا هم مرضاه؟ فقد وجد أن الحل الوحيد المريح هو أن هذه القصص حقيقية في مجملها. هناك واحد آخر يدعى روبرت بيجلو أجرى استقصاء على عدد من الناس، ولم يتضمن الاستقصاء سؤالا صريحا عما إذا كان الفضائيون اختطفوه، بل تضمن أسئلة على غرار: هل صحوت ذات مرة وقد شعرت بأن هناك شخصا معك في ذات الغرفة؟ هل مرت بك فترة من الوقت فقدت فيها ذاكرتك وعجزت عن تذكر أين كنت وماذا كنت تفعل؟ هل رأيت أضواء غريبة أو كرات نور في الحجرة لا تعرف مصدرها؟ هل وجدت ندوبا على جسدك لا تعرف مصدرها؟ هل شعرت بأنك تحلق في الهواء بلا تفسير؟ لو أنك أجبت بنعم عن أربع من هذه الأعراض فهذا دليل على أن الكائنات اختطفتك. النتيجة هي أن هناك 40 مليونا من الأمريكيين اختطفهم الفضائيون. هنا نلاحظ نقطة مهمة يكررها الكثيرون: ما دام من يقول الشيء لن يستفيد منه فائدة مباشرة فهو صادق. هذا اعتقاد خاطئ تماما. إن جذب الاهتمام حاجة نفسية كأية حاجة أخرى. دعك من أن جون ماك حقق ربحا عظيما من كتبه، إن الكسب المالي سبب مادي مهم. هناك كذلك تلك الرغبة الدائمة لدى البشر في السمو، الارتفاع إلى مرتبة أعلى. إن تجارب الدنو من الموت والخروج من الجسد وتجارب الاختطاف بواسطة الغرباء تشترك في كونها تحمل الشخص إلى أعلى. طبعا موضوع المعاشرة مع الغرباء يدخل في نطاق الزواج من الجن في ثقافتنا، وهي مجرد تعبير عن الكبت، ويمكن تصنيفها تحت ما يسمونه التفكير الطواق wishful thinking. بعض الحالات تصف بالضبط ما يطلق عليه علماء النفس شلل النوم، حيث تجد نفسك عاجزا عن الحركة أو الصراخ أو الفرار أثناء الكابوس. على كل، استطاع بريزنجر علاج الكثير من هذه الأعراض بنفس الأدوية التي يعالجون بها الشيزوفرينيا. هكذا كفوا عن سرد القصص عن اختطاف الغرباء لهم وعن مؤامرات مكتب المباحث الفيدرالية والشيطان الذي يعقد معهم الصفقات كل ليلة. هكذا يمكننا أن نطحض هذه القصة بالطبع إلى أن يتم اختطافنا على أول مركبة فضاء قادمة للأرض. ساعتها سوف نجد كثيرين ممن يصدقون قصتنا في العالم الغربي. أطباق الأزتك الطائرة. بدأ كل شيء بمحرر مجلة فرايتي فرانك سكالي الذي خدعه نصابان هما سيلس نيوتن وليو جيبر، وقد انطلت عليه الخدعة إلى درجة أنه كتب كتابا اسمه ما وراء الأطباق الطائرة. تزعم الخدعة أن طبقا طائرا قد تهشم في شمال منطقة الأستك في مارس عام 1948، وقد وجدوا 16 جثة شبه بشرية داخل قرص معدني قطره 99 قدما. وبالطبع قام الجيش الأمريكي بنقل الحطام لدراسته،
لم يكن هناك شهود ولم يرى أحد ما حدث. زعم النصابان أنهما استعملا أساليب الفضائيين للتوصل إلى جهاز قادر على التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، وكان هدفهما العثور على مستثمري فحص حطام السفينة الغريب أثبت أنه ألمونيوم. هكذا افتضح الرجلان في مجلة الحقيقة، وسرعان ما تذكر كل من نصبا عليهم وجهيهما. ظهر مليونير من دنفر ورفع قضية عليهما، وقد أدينا عام 1953 وسجنا عام 1986. يعيد ويليام شتاينمان وصاحبه ويندل ستيفنز هذه القصة للأذهان، ويصدران كتابا اسمه تحطم الأطباق الطائرة عند الأستيك. عام 1998 تعيد ليندا ماوتن هاو خبيرة الأطباق الطائرة القصة للسطح مرة أخرى، وتؤكد أن لديها مستندات حكومية تثبت حدوث الارتطام. طبعا لا يوجد أي شيء جديد في القصة، لكن سكان المنطقة رأوا كيف جلب روزويل الخير العميم على أهل منطقته، لذا صمموا على الاستفادة لأقصى حد من هذه القصة، وهم يقيمون مهرجانا سنويا لتخليد ذكرى الارتطام، وكما نقول نحن رزق الهبل على المجانين. محاربو الخرافات بعينيه الثاقبتين يراقب كل شيء ولا يمكن خداعه أبدا، وفي أمانة يستخدم التراث الذي تركه له سلفه العظيم هوديني، عالما أن غريزة التفكير الطواق تحكم أفعالنا وتجعلنا نبدأ باستنتاج ثم نلفق الملاحظات لنصل له في النهاية ونشعر بالراحة. اسمه جيمس راندي، وهو اليوم على أعتاب 80 من عمره، ضيف على عدد لا بأس به من برامج التلفزيون، ويدير مؤسسة تعليمية باسمه. نعود أولا إلى أوائل القرن لنشهد صداقة غريبة جمعت آرثر كونان دويل مؤلف شيرلوك هولمز بأشهر مشعوذ في التاريخ هوديني، وقد صدر مؤخرا كتاب اسمه جلسة تحضير الأرواح الأخيرة، يحكي عن تفاصيل هذه الصداقة. ولمن لا يعرف هوديني نقول له إن كل السحرة من أمثال ديفيد كوبرفيلد وسواه المتخصصين في الهرب من الشراك خرجوا من عباءته. لقد هرب هوديني من كل شيء تقريبا، من توابيت تحت الماء، من الأكفان، من البنايات المحترقة، حتى أنه هرب من الأصفاد الحديدية التي كبله بها رجال سكوتلاند يارد، وكان يعتمد في هذا على حيل كشف عنها قبل موته، منها المفاتيح المخفية والطفاشات الصغيرة ونفش عضلاته لحظة ربط القيود حوله. لقد انعقدت صداقة حميمة بين دويل وهوديني، وقد دعاه إلى عدة جلسات استحضار أرواح، وكان الغرض استحضار أم الساحر، وكان هوديني بحاجة إلى أن يصدق هذا الكلام لكي يشعر بأنه لم يفقد أمه. وبعد جلسة طويلة كتبت زوجة دويل 50 صفحة أملتها عليها روح أم هوديني. لم يشك هوديني في صدق نوايا دويل، إلا أنه احتفظ ببعض الشكوك في نفسه بصدد الجلسة، ولم يفصح عنها إلا بعد فترة. لقد شك أولا في كون الرسالة من أمه، فالرسالة كانت بالإنجليزية وأمه لم تكن تجيدها، كما أن الرسالة لم تذكر حرفا عن كون هذا اليوم بالذات عيد ميلاد أمه. كان رد دويل حين سمع بهذه الشكوك هو أن اللغة وأعياد الميلاد أمور لا قيمة لها في عالم الأرواح. حدث شجار بين الصديقين لأن الساحر لم يصدق ما صدقه الأديب، وهكذا اختلفا. النقطة المهمة هنا هي أن هوديني كان ساحرا، وكما يقولون فإنه ما من حاو يستطيع أن يخدع حاويا آخر، أو كما نقول نحن لا أحد يبيع الماء في حارة السقائين. ولهذا برهن أكثر من مرة على أن الجلسات زائفة، وكان يجد لذة خاصة في فضح النصابين الذين يخدعون الأرامل والأيتام. وكانت له موقعة شهيرة في قضية ميجري الذي ادعى امتلاكه موهبة الوساطة. لقد خصصت الجمعية الروحانية الأمريكية جائزة مالية كبرى لمن يبرهن على قدراته الروحانية، وبفضل هوديني لم يفز أحد بهذه الجائزة قط. لكن أثار غيظه أن دويل ساذج ومخدوع إلى هذا الحد. الحقيقة أن هناك عاملا نفسيا في الموضوع يمكننا فهمه، لقد أراد الأب المفجوع دويل أن ينخدع، أما هوديني فقد ظل متشككا كارها لهذه الأمور، وقد وقف أمام محكمة ليشهد فقال
أنا لا أهاجم الدين، فأنا لا أعتبر تحضير الأرواح جزءا منه، لكن هذا الشيء المسمى وساطة روحانية حيث يتصل وسيط بالموتى هو كذب من البداية للنهاية. هناك نوعان من الوسطاء، أولئك الذين اختلت عقولهم ويجب أن يوضعوا تحت الملاحظة الطبية، وهؤلاء الذين يكذبون عمدا. لن أثق بشهادة وسيط حتى تحت القسم، فالحنث باليمين لا يمثل لهم مشكلة. في كل عام تسرق ملايين الدولارات في أمريكا، والحكومة لا تهتم بذلك لأنها تعتبر هذه الأمور مسائل دينية. وقدم هوديني بعض العروض على مسرحه أظهر فيها عمليات وساطة مقنعة، لكنه لم يدعي لحظة أنها وساطة، وكان يصرخ في كل مكان أنها تمت بخفة اليد فقط، إلا أن روحانيين ظلوا مصرين على أنه يملك قدرة الوساطة وأنه لا يعرف ذلك. حتى بعد موت هوديني ظل دويل يحاول إثبات أن هوديني كان يملك قوى خارقة، وأنه كان يحول جسده إلى صورة غير مادية تسمح له بالمرور عبر الجدران، وكتب عنه فصلا كاملا في كتابه حافة المجهول. والطريف أن هوديني قضى حياته كلها يحارب هذه المعتقدات، لهذا قال البعض إن دويل لا يملك ذكاء بطله هولمز بل ذكاء بطله الآخر دكتور واتسون. مات هوديني فجأة، بعده راندي. ولد راندي عام 1928 ومارس السحر على المسرح كما مارس ألعاب الهرب الشهيرة، وقد اشتهر بأنه فر من قميص الأكمام وهو في وضع معلق مقلوب فوق شلالات نياجرا. نفس نشأة هوديني تقريبا، ساهم في برامج عديدة وفي تحرير الكثير من المجلات، كما أنه صاحب الكتاب المشهور الشعوذة عام 1991 الذي يعد مرجعا عن أشهر السحرة، لكن له العديد من الكتب كذلك. اشتهر راندي عام 1972 بتحديه للمشعوذ الشهير يوري جيلر. جيلر ساحر شهير، لكنه يزعم دوما أن لديه قوى خارقة للطبيعة، واشتهر بقدرته على ثني الملاعق والمدي، لكن راندي تحداه علنا أكثر من مرة واتهمه بالنصب. الحقيقة أن جيلر يملك موهبة مهمة هي ولعه بالمحاكم والتقاضي، وقد جعل راندي يقضي وقتا لا بأس به من حياته في المحاكم. شارك راندي في تأسيس لجنة التقصي العلمي لدعاوى الأمور الخارقة للطبيعة، إلا أنه اضطر للاستقالة منها لأنهم طلبوا منه أن يخفف من حدة لهجته مع جيلر، فهم يخشون أن يقاضيهم هذا الأخير. رفض راندي واستقال من اللجنة. كان راندي مسؤولا عن المشروع ألفا الذي تضمن زرع وسيطين نفسيين مزيفين في مشروع جامعي لدراسة الظواهر الخوارقية، وبالطبع انخدع الجميع وحسبوا الرجلين يتمتعان بهذه القوى فعلا، ثم أعلن الحقيقة مما أدى لفضيحة. نفس الطريقة كررها مع أحد المعالجين الروحانيين يدعى بيتر بوبوف، الذي شفى امرأة من سرطان الرحم فقط ليتضح أنها رجل متنكر جاء به راندي. كانت ضربة كاسحة قضت على الرجل تماما. لا يمكنك أن تعيش حياة هذا الرجل راندي من دون أن تترك خلفك أعداء عددهم كرمال الصحراء. يؤمن الرجل بما يقول إلى حد أن مؤسسته العلمية REF عرضت جائزة قدرها $1,000,000 على كل من يعرض ظاهرة خوارقية ما، بشرط أن يتم ذلك في ظروف علمية مراقبة، وبشرط أن يحدد أولا معنى النجاح والفشل، وبشرط ألا تؤدي التجربة لخطر أو موت الشخص الذي قبل التحدي. حتى هذه اللحظة لم يستطع أحد أن يجتاز الاختبار الأولي الذي يؤهله للجائزة. إن راندي ناقد حاد صليط اللسان، ويقول إن هذا بسبب كل الهراء الذي يضطر لابتلاعه يوميا حتى فقد صبره نهائيا، خاصة من هؤلاء المعالجين الروحانيين الذين لا يكفون عن سرقة أموال المرضى والباحثين عن أمل. نفس ما قاله هوديني من قبل. آخر تحد وجهه راندي كان للوسيطة الروحانية سيلفيا براون التي يؤمن بها كثيرون. كان هذا التحدي قد وجه لها عام 2001 وقبلته على شاشة التلفزيون. وفي موقع راندي ساعة تعد الأسابيع التي مرت على سيلفيا حتى اليوم دون أن تقبل التجربة، 6 أعوام وسيلفيا ترفض أن تعرض خبراتها
في ظروف علمية محكمة، لكنها لن تعدم المؤمنين بها الذين يجلونها ويحترمونها، لأنها نأت بنفسها عن هذا العبث. كرامة الروحانيات لا تسمح لها بالدخول في ألعاب صبيانية مع عجوز متعصب متشكك. إن التفكير الطواق طل برأسه من جديد. كنت هناك وعدت، شعرت بأن روحي تصعد إلى أعلى بينما جسدي ممدد في الفراش. رأيت نورا مبهرا يكاد يغشى بصري، فسبحت نحوه وأنا أشعر بفرحة غريبة. عند نهاية النفق وجدت الذي توفي منذ عدة أعوام، قال لي: لا بد من أن تعودي، إن ساعتك لم تحن بعد. هكذا عاد قلبي ينبض وصحوت في حجرة المستشفى. لن أنسى هذه التجربة الروحية ما حييت. هذه هي تقريبا ذات الكلمات التي يقولها كل من مر بتجربة توقف القلب ثم العودة للحياة. يطلق الغربيون على هذه التجارب اسم NDE، أي تجربة الدنو من الموت. في 12% من المرضى الذين يمرون بحالة توقف للقلب ثم عودتهم للحياة تكون هناك هذه الذكرى المبهمة عن الخروج من الجسد. هناك صوت الأزيز، هناك ذلك الشعور العام بالسرور والسلام، هناك النفق الطويل المظلم، دائما النفق الذي يوجد الضوء في آخره، ضوء ساطع يعمي العيون، التحليق، ثم يعود المريض للحياة فيمر بنزعة صوفية، يشعر بحقيقة العالم الآخر والاقتراب من خالقه، على أنه بعد فترة يمر بحالات اكتئاب قد تنتهي بالانتحار. هناك لمسة أخرى من تجربة تدعى الخروج من الجسد، وهي التجارب التي يرتفع فيها المريض في سماء الحجرة ويتمكن من رؤية جسده من الخارج، يراه وقد التف حوله الأطباء وربما الأقارب الباكون. غير أن التجربة ليست بهيجة في كل الأحوال، هناك من حكوا عن ظلام وعمليات تعذيب على أيدي شياطين أو أقزام. بين من مر بهذه التجارب من المشاهير نجمة هوليود إليزابيث تايلر التي مرت بهذه التجربة عام 1961 عندما توقف قلبها نتيجة التهاب رئوي. شيلا المطربة الفرنسية ومواطنها المطرب سير غلاما مرا بهذه التجربة. يرى المتدينون إن هذا هو الدليل على وجود جنة ونار. هؤلاء الذين رأوا النار كانوا مؤمنين، وهؤلاء الذين عذبتهم الأقزام كانوا خطاة. أهم عالم درس هذه الظواهر اسمه ريمون مودي، وهو يرى أن هذه التجارب قد حلت السؤال الأبدي الذي عذب البشر: ماذا يوجد هناك؟ مودي طبيب نفسي كتب كتابا مهما عن الظاهرة اسمه الحياة بعد الموت، وقد باع هذا الكتاب 10 ملايين نسخة، وقد قضى من عمره 19 عاما في دراسة الظاهرة حتى صار الخبير الدولي الأول في هذا الموضوع. يبدو أنه بالغ في وصف المباهج التي تنتظر من يموتون، حتى أنه خشى أن يغري كتابه المخابيل بالانتحار. هكذا كتب كتابا ثانيا اسمه أضواء جديدة على الحياة بعد الحياة، تكلم فيه عن الانتحار وكيف أن تجربة الدنو من الموت تجعل المرء يتمسك بالحياة أكثر. تكونت مؤسسة اسمها آيندس لدراسة ظواهر الدنو من الموت، وقد أنشأت لها فرعا في فرنسا تحت رئاسة لويس توماسي، وقد وجد الباحثون فيها التالي لدى العائدين من الموت: 58% يشعرون بالسلام النفسي والهدوء، 37% يعيشون تجربة الخروج من الجسد، 23% يدخلون النفق المظلم الشهير، 17% يرون الضوء الباهر، 10% يذوبون في هذا النور الباهر. هناك علماء كثيرون لا يعتقدون بصحة هذه الظاهرة. لقد وصف كثيرون ذات الرؤى أثناء جراحات المخ والأعصاب لدى تنبيه الفص الصدغي، ووصفوها عندما ينقص الدم الواصل إلى الدماغ. هناك عقارات تسبب ذات الرؤى وأهمها الكيتامين، كما يقول دكتور يانسن في أبحاثه: كل جندي أمريكي تم تخديره بمادة كيتامين أثناء حرب فيتنام مر بتجربة مماثلة. هناك عالم اسمه بلاكمور قال إن سبب هذا الشعور العارم بالراحة والسلام هو إفراز مادة الأندورفين في المخ. هذه المادة مخدرة وتسبب حالة عامة من الانبساط، والمخ البشري
يحتفظ بها للحظات النهاية الأليمة كي يوفر على صاحبه عذاباً لا نفع منه. كثيرون اتهموا مادة DMT التي يفرزها الجسم الصنوبري في المخ بأنها مسؤولة عن هذه الرؤى. السؤال هو، إذا كان هؤلاء فعلاً يقتربون من العالم الآخر، فلماذا لا يمر الجميع بذات الظروف؟ وإذا كانت هذه مجرد ظاهرة كيميائية، فلماذا لم يرها كل من عانى توقف القلب للحظات تحطم القطار الهوائي الجديد الذي يربط منهاتن بمطار كندي، وأدى هذا لوفاة سائق القطار كالفن ديبورو؟ قبل أن يلفظ أنفاسه قال للمسعفين، أنا لم أعد أراكم، كل ما أراه هو ضوء ساطع. اعتاد المسعفون أن يصف هؤلاء الذين يلفظون أنفاسهم قبل الموت رؤية نفق وضوء ساطع، وقد اقترح العلم الحديث أن سبب هذا الضوء الساطع نقص الأكسجين الوارد للدماغ مما يؤذي العصب البصري. هناك من قالوا إن السبب هو إصابة الفص الصدغي الأيمن من المخ، وقد استطاع مايكل بريزنجر طبيب الأعصاب في أونتاريو أن يحدث ذات تأثير في المتطوعين عن طريق تنبيه الفص الصدغي كهربيا، ويقول إنه أحدث خبرات صوفية وخبرات الخروج من الجسد. باختصار، استطاع صناعيا أن يحدث كل أعراض هؤلاء الذين ماتوا وعادوا والذين خطفتهم الكائنات الفضائية. نظرية ثالثة قالت إن المخ يفرز كميات كبيرة من الأندورفين مسكن الألم الطبيعي عندما يصاب الجسد إصابة بالغة. هكذا تقوم هذه الأندورفينات بجعل المريض يرى ضوءا جميلا بدلا من أن يرى جسده الممزق والمسعفين المحيطين به. النظرية الرابعة تقول إن هذا الضوء الذي يرونه هو ضوء كشافات غرفة الجراحة ذاتها. النظرية الخامسة تقول إن الكلام عن تجارب العائدين من الموت جعل الجميع يرون أو يعتقدون أنهم يرون الشيء ذاته. لقد صارت هذه هي الموضة. ومما يدعم فكرة أن هذه الرؤى لا علاقة لها بالأبدية أن كل شخص يرى رؤى تنتمي إلى ديانته. في البلاد المسيحية يرون رؤى تتمشى مع صورة الجنة في العقيدة المسيحية، بينما الهندوس يرون رؤى تخص دينهم. تفاؤل تشاؤم، هذا مثال رائع لما يسمى بوست هوك فالسي. أنت تصاب بالزكام، من ثم تمسح عدة مرات على ظهر القط يشفى الزكام. هكذا تصل أنت إلى الاستنتاج الخاطئ أن مسح ظهر القط وسيلة للشفاء من الزكام. هذه الطريقة تعمل في كل عوالم الخرافة تقريبا. لقد عرضنا في هذا الكتاب عدة تفسيرات لانتصار الخرافة، لكن هذه هي الطريقة المفضلة لدى هواة التفاؤل والتشاؤم. عندما تقابل ذلك الرجل الأصلع يوميا على قارعة الطريق ثم يوبخك رئيسك، فإنك تكون ارتباطا شرطيا، فما أن تراه حتى تشعر بالانقباض، بل إن هذا الانقباض يؤدي إلى أن تكون في حالة سيئة في العمل، ترتكب أخطاء عديدة، فيوبخك رئيسك فعلا، أي أنك صنعت حظك. ما سر الرقم 13؟ لماذا هو رقم منحوس؟ يعتقد أغلب العلماء أن السبب هو أن يهوذا كان هو الحواري رقم 13، وهو الذي خان المسيح حسب العقيدة المسيحية. في المعتقدات الغربية يعتبر انسكاب الملح على المائدة فألا سيئا، لأن الملح مسكوب أمام يهوذا بالذات في لوحة العشاء الأخير لدافنشي. هذا أمر يعتمد على ثقافتك. في الصين مثلا يتشائمون من رقم 4، والسبب الرقم 4 ينطق سه في الفصحى الصينية ويشبه في نطقه الكلمة الصينية التي تعني الموت، وعليه يعتبر رقما غير مبارك. المستشفى رقم 4 في بكين تم تغيير اسمها مؤخرا لأن الناس تكره أن تأخذ مرضاها إلى مكان يحمل هذا الاسم المميت. على الجانب الآخر، إن لم تكن ذهبت إلى الصين من قبل فإنك سوف تجد العديد من السلع وعليها السعر 168 يوان. لماذا؟ تسأل صديقك أو مرشدك لتعلم أن تتابع نطق الأرقام 1 ياو و6 ليو و8 با يأتي بالسعادة، لأن ياو ليو با تشبه في نطقها عبارة ياو ليو با، والتي تعني الطريق القويم إلى الرخاء باحترام جم. في الثقافة الغربية المسيحية الرقم 666 معادل لفظي للشيطان، ويطلقون عليه علامة الوحش. أحيانا هي 616، ولكن في الصين الأرقام 6 و8 و9 تعتبر مباركة،
ورقم الهاتف النقال الذي يشتمل على أي من هذه الأرقام يكون أغلى كثيرا من الأرقام الأخرى. باحترام جم، في مصر لا أحد يجرؤ على الدخول حليق الذقن أو حاملا كيسا من اللحم على امرأة أنجبت لتوها، معنى هذا أن يجف لبنها ويموت الرضيع. طبعا هذا مثال واضح على بوست هوك فالسي، هناك من فعل هذا ومات طفله، ومن ثم كون هذا الارتباط الشرطي. بينما في العالم الغربي من الجنون أن تفتح المظلة داخل البيت، هذا يؤدي لموت أحد أفراد الأسرة فورا. عندما يشعل ثلاثة رجال لفافة تبغ بذات عود ثقاب فهم يجازفون بأن يموت ثالثهم. هذا يعود لزمن الحرب العالمية الأولى، عندما كان القناصة يراقبون اللهب من الجهة المعادية، يشعل أول جنديين لفافتيهما، هنا يكون القناص قد أحكم التصويب. هكذا تنطلق الرصاصة لتفجر رأس الجندي الثالث. نسي الناس القصة وبقي التشاؤم. ذكرنا هنا عادة تغطية المرايا في البيوت التي مات فيها شخص قريبا. عامة يؤمن الناس أن المرايا تخطف الروح، ويعود هذا لأيام الفراعنة. من كان يخاطر بأن يطيل تأمل صورته في الماء إنما يجعل من نفسه فريسة أسهل للتماسيح، سوف يخرج التمساح رأسه ويلتقطه قبل أن يفهم ما حدث. كل القبائل البدائية تكره نزول الحائض إلى الحقل لأن هذا يؤدي لبواره. هذه العادة من طقوس التابو المهمة، ومن الغريب أنها لم تنقرض في الدول العربية بعد. الغربيون يكرهون المرور تحت أي سلم خشبي في الشارع، تفسير ذلك أن هذه السلالم كانت تستعمل لشنق المجرمين في الماضي. الغربيون ومعهم عرب كثيرون يتفاءلون بحدوة الحصان، لماذا؟ لأن هذا يذكرهم بالمزود الذي ولد فيه السيد المسيح. نسي الناس السبب وبقي التفاؤل بحدوة الحصان. لماذا نتشائم من الغراب؟ ربما لأن أول ذكر له في التاريخ كان يتعلق بجريمة قتل. لقد تعلم قابيل كيف يداري جثة أخيه من غراب فعل الشيء ذاته. يرى فرويد أن الناس الذين يحملون نزعات شريرة نحو الآخرين يشعرون بأنهم سيتلقون عقابهم لا محالة. هذا العقاب سيأخذ صورة نحس أو شر لا تفسير له. يضيع الزوج دبلة الزواج فيتشائم من حدوث الطلاق. الغريب أن الطلاق يحدث فعلا، لكن فرويد يرى أن السبب هو أنه كان يتمنى الطلاق منذ البداية. لقد أضاع الدبلة لأنه يرغب في الطلاق لا شعوريا، ولم يحدث الطلاق لأنه أضاع الدبلة. وماذا عن تعثر قدمك أثناء ذهابك للعمل؟ أنت تتشائم وتتوقع الفشل. الحقيقة أن قدمك تعثرت لأنك تعرف أنك ستفشل حتما. كما قلنا يعتبر التفاؤل والتشاؤم نموذجا ممتازا للخرافة القابلة للتفسير. يجب أن نذكر هنا قصة الإمبراطور الذي خرج للصيد فقابل رجلا أعور، تشاءم وسجن الرجل وأمر بضربه، ثم خرج للصيد فأبلى بلاء حسنا. هكذا عاد ليخرج الرجل من السجن ويعتذر له ويسأله أن يطلب ما يريد منه. لم يطلب الأعور إلا حرية الكلام بلا عقاب. قال للإمبراطور: أنت قابلتني فكان صيدك وفيرا، وأنا قابلتك فسجنت وضربت، فمن الذي كان نحسا على الآخر؟ المثلث الذي دوخ العالم. كدنا لا نضم هذا الموضوع إلى الكتاب لأنه صار مطروقا مكررا أكثر من اللازم في كل الكتب التي تتناول موضوع الخوارق، لكن من العسير أن يكتب المرء عن الأساطير من دون ذكر أهمها وأشهرها. يعرف المهتمون بالخيال العلمي أن مثلث برمودا جزء من المحيط الأطلنطي يمتد من فلوريدا إلى جزيرة برمودا ثم بورتريكو ثم فلوريدا. أول من استعمل مصطلح مثلث هو فينسنت جاديس في مجلة أرجوزي عام 1964، وفي هذا المقال وصف ما نعرفه من اختفاء الطائرات والسفن بلا تفسير. سبقه إلى هذا الكلام جورج ساند عام 1952، ويرجع الخبراء وصف أشياء غامضة إلى كريستوفر كولومبوس نفسه الذي وصف أضواء غريبة في هذا الموقع، كما إنه وصف تصرفات غريبة للبوصلة. عام 1971 ظهر فيلم تسجيلي اسمه مثلث الشيطان. هكذا استقرت الفكرة في الوجدان الشعبي مع حقيقة أن 170 سفينة أو طائرة اختفت في هذه البقعة بالذات.
عام 1975 صمم من يدعي لاري كوش على تقصي ما كتب في مقالات عدة، وأصدر كتابا اسمه لغز مثلث برمودا قد حل. لقد وجد أن أكثر الاختفاءات الغامضة ليست غامضة على الإطلاق، عمدا تجاهل الكتاب السابقون حقائق مثل وجود عاصفة عاتية أغرقت سفينة. بدلا من هذا يتكلم الكاتب عن بحر هادئ، مثلا يتم العثور على مخلفات السفن، لكن المؤلف يتجاهل هذا عمدا لأنه ليس صافي النية. لا يوجد سر غامض حول مثلث برمودا، وسجلات حرس السواحل تشير إلى أن نسبة فقد السفن بالنسبة إلى عدد السفن التي تعبر هذه المنطقة هي ذات النسبة في أي جزء آخر من المحيط. عندما تكثر حركة الملاحة تكثر الحوادث، هذا منطقي. ضمن التفسيرات العلمية للقصة ما وجده المسح الجيولوجي لمنطقة المثلث من تصاعد زائد لغاز هيدرات الميثان. هذا الغاز قادر بالفعل على أن يسبب غرق سفينة كبيرة، لأنه يقلل كثافة الماء بشكل غير مسبوق. لكن المثلث بالتأكيد مسرح حوادث مؤسفة كثيرة، أهمها ما حدث للرحلة 19. الرحلة 19 هي قصة 5 قاذفات توربيد أقلعت من فلوريدا الساعة 2:00 ظهرا عام 1945. كان هدف الرحلة التدريب، وكان المحترف الوحيد في المجموعة المكونة من 14 رجلا هو الملازم تشارلز تايلر. بعد 1:30 اتصل الملازم تايلر ليبلغ أن البوصلات لا تعمل. في الحقيقة ظل الطيار الخبير طريقة ولم يعد قادرا على تبين مكانه. هكذا استمر في الاتجاه نحو ما قدر أنه الشمال. عندما جاءت 4:00 أدرك كل من في المراقبة الأرضية أن تايلر ضل طريقه فعلا. ساد الظلام وتدهورت الاتصالات. في 6:00 مساء تم إرسال قارب للبحث عن المجموعة، كذلك تم إرسال مقاتلات للبحث، لكن الأمل كان ينفذ بسرعة لأن وقود الطائرات أوشك على النفاذ، والطقس ازداد سوءا. لقد اختفت الطائرات تماما، إنها ثقيلة جدا، لذا يسمونها الطيور الحديدية. لابد أنها هوت كالحجارة إلى قاع المحيط. والجدير بالذكر أن إحدى طائرات البحرية التي ذهبت للبحث لم تعد قط بدورها، وإن وجدوا بقعة زيت كبيرة في المكان الذي يفترض أنها اختفت فيه. ألحت أم تايلر على البحرية أن تبدل التقرير من ارتباك تايلر إلى سقوط الطائرات لسبب غير معروف. هذا أراح الأم الثكلى نوعا، لكنه بدأ الأسطورة التي لا تتوقف. وقد استخدم فيلم لقاءات لصيقة من النوع الثالث هذه القصة. هناك كذلك حادث ستار تايجر وحادث الطائرة NC-16-002، ثم اختفاء السفينة ماري سيلستي التي وجدوها بعد ذلك على سواحل البرتغال وقد اختفى طاقمها بالكامل. هذه الأخيرة لا علاقة لها بالمثلث على الإطلاق، كما لاحظ كوش. إنه موضوع مثير للخيال، ومن الصعب أن ينساه الباحثون عن الإثارة مهما اتضح من حقائق. إن الحياة بلا مثلث برمودا قاسية فعلا. هؤلاء المعالجون الروحانيون وأساليبهم الغريبة. العلاج الروحاني ضرب من الطب البديل، ويميل أغلب المرضى إلى اللجوء إليه عندما يفلس الطب التقليدي، لكن في حالات أكثر حدة يلغي المريض الطب التقليدي تماما ويعلن أنه لا طب إلا هذا. مزج بعض المعالجين في الغرب مثل ويليام بالدوين وكين باغ بين الطب المسيحي كما استعمله القديسون والعقيدة الشامانية. من ضمن هؤلاء معالج برازيلي يطلق على نفسه اسم جون الرب. عرض على المشاهدين في التلفزيون صورا بالأشعة لرئة امرأة مصابة بالسرطان. قبل وبعد العلاج كان رأي الأطباء الذين رأوا الصور بعد الشفاء أنها ليست صور رئة أصلا، بل هي صورة كبد. في مصر جرب الناس معالجا فلبينيا يستأصل المرارة بالعلاج الروحي. تم التهليل له إعلاميا، ثم اتضح بعد رحيله أن المرارة ما زالت موجودة لدى كل هؤلاء الذين قام بعلاجهم. لم يتم قط إقرار العلاج الروحاني طبيا، ولم يتضح له نفع في الدراسات العلمية الدقيقة. لا ننسى هنا كيف فضح راندي معالجا روحانيا شهيرا هو بيتر باباف عام 1980، حيث اتضح أن الرجل يمارس أساليب يعرفها المشعوذون على غرار وجود كومبارس وسط الحضور واستخدام سماعات أذن دقيقة.
يرى البعض أن الجسم البشري له القدرة على الاستجابة للإيحاء بما يعرف بتأثير البلاسيبو، وربما كان الشفاء التلقائي له دور هنا. عامة يعتبر هذا نموذجا لما يعرف باسم بوست هوك فالسي، وهو تعبير لاتيني معناه بعده، إذن هو نتيجة له، حيث يربط المرء بين حدث وقع بعد حدث آخر على أنه نتيجة له. أن ترى قطا أسود بعدها يوبخك رئيسك في العمل، إذن سبب التوبيخ هو القط الأسود. في حالتنا هذه قد يشفى المريض تلقائيا بعد رؤية المعالج الروحاني، إذن الشفاء جاء بفضل المعالج الروحاني. لوحة الرعب. يعرف الجمهور العربي لوحة الويجا جيدا، وفي فترة من الفترات ساد استعمالها بين الشباب حتى بلغ درجة الإدمان. اللوحة عبارة عن مجموعة من الحروف الأبجدية مع كلمات شائعة مثل نعم ولا ووداعا، وهناك أداة قابلة للانزلاق اسمها البلانشيت. يضع السائلون أصابعهم على هذه القطعة ويوجهون أسئلة، من ثم تنزلق البلانشيت لتنطق حروف الإجابة كما تمليها الأرواح. يؤمن منتقدو هذه الطريقة أن ممارسيها يحركون القطعة المنزلقة إراديا أو لا إراديا عن طريق إنديوموتر إفكت الذي سنعرفه في حالات سحرة الماء. وكل من جرب هذه الطريقة وهو معصوب العينين في وجود مراقب تبين أن الحروف المختارة لا تقول أي شيء على الإطلاق. عرف لوح الويجا للمرة الأولى عام 1890 في الولايات المتحدة، وكان رايش وكينرد أول من صمما اللوح بالطريقة المعروفة مع توزيع حروف الهجاء والأرقام. أطلق كينرد على اللوح اسم ويجا نسبة لعبارة فرعونية معناها حظ سعيد، هكذا قال على الأقل، وهذا أول شيء غير دقيق في القصة. فيما بعد بيعت شركة كينرد إلى من يدعى فولد، وقد قام فولد باعتباره تاجرا بارعا باختراع تاريخ للوح الويجا، وزعم أنه من اخترعه، وأن اسمه خليط من وي الفرنسية بمعنى نعم، وجاء الألمانية بنفس المعنى. لكن الويجا لم تكن مجرد لعبة مأمونة. في كتاب 30 عاما وسط الموتى الذي صدر عام 1924 يصف دكتور كارل ويكلاند حالات جنون بسبب الإفراط في استخدام هذا اللوح. يقول علماء النفس إن لاوعينا يتحرر لحظة استخدام هذا اللوح، وهذا يؤدي لخروج مخاوف وأفكار لا نعرف أنها لدينا. هذا يثير فزعنا وتوجسنا، ومن ثم نفترض أن هذا نتيجة للأرواح الشريرة. سحرة الماء. يستدعون الساحر حاملا عصاه المميزة التي تشبه حرف واي. أحيانا يمسك ببندول يحمله فوق خارطة، أو يمشي بعصاه في الأرض، يمشي بعض الوقت ويجوب المكان، ثم فجأة تهتز العصا وتأتي بحركة مميزة ويتجه طرفها للأسفل، فيصيح الرجل: هنا ماء، هنا بترول. هذا هو سحر الماء أو الداوزينج. من يؤمنون بهذه الظاهرة يتحدثون عن القوى الكهرومغناطيسية التي تحدثها المياه تحت الأرض. هذه القوى تتسرب لعضلاتهم فتجعل العصا تهبط. هذا قد يفسر البحث عن الماء، لكنه لا يفسر البحث عن الكنوز أو البحث على الخرائط. أما من لا يؤمنون بهذه الظاهرة فيقولون إنها حركة عضلية أو فكر حركية ايديوموتر أكشن تتم بواسطة عقل الساحر، وهي ذات الحركة التي تجعل البلانشيت تتحرك في لعبة الويجا، أي أنه مقتنع بما يفعله ولا يتعمد خداعك، لكن عضلاته تفعل ذلك. هناك عدد هائل من سحرة الماء في العالم الغربي، ولا يخلو العالم العربي من كثير منهم. عام 1949 أجريت في مين في أمريكا تجربة شاملة على عدد من هؤلاء السحرة أدارتها الجمعية الأمريكية للبحوث الروحانية. شملت التجربة حوالي 27 منهم، وقد فشلوا فشلا ذريعا في العثور على الماء في حقل، بينما استطاع عالم جيولوجيا أن يجد الماء في 16 موضعا في الحقل ذاته. هذا يلخص مقولة كذب المنجمون ولو صدقوا. لكن هناك تجربة أخرى هي تجربة تشواينن التي تمت في ألمانيا
عام 1987 أجريت على 500 ساحر ماء، اسم التجربة شباينن ومعناها الجرن، والسبب أنها تمت في جرن قرب ميونخ. وقد بينت أن هناك جانبا من الصدق في القصة. عالم محترم هو باتس قدر أن سبب العثور على الماء هو الكهرباء الاستاتيكية التي يحدثها تدفق الماء تحت الأرض، وقال إن هؤلاء القوم يشعرون بهذه الكهرباء أكثر من سواهم. من ناحية أخرى، جرب راندي تحدي عدد من سحرة الماء للبحث عن الماء في سلسلة أنابيب تحت الأرض. لو نجحوا بنسبة 80% لحصلوا على مبلغ بلغ الآن مليون دولار، لكنهم لم ينجحوا. وكما قال راندي، يكفي أن تحفر حفرة عميقة بحثا عن الماء في موضع يقال إن فيه ماء ولسوف تجده. عن الأشباح نتكلم. الأشباح لغز مستمر من ألغاز ما وراء الطبيعة. هل هي موجودة؟ هل من رأوها رأوها حقا؟ أم هي مجرد انعكاس لحالتك النفسية أو طرز من الهلاوس البصرية؟ ثمة مشكلة خطيرة، هي أن أكثر الناس لا ترى الأشباح إلا بالورب وبركن العين. لا أحد يستطيع النظر إلى الشبح مباشرة. ومدرسة قصص الأشباح الإنجليزية تتحدث عن الأشباح خارج مجال البصر، وهذا جعل العلماء يتذكرون موضوع العصب البصري والبقعة العمياء. ربما كانت هذه جميعا أوهاما بصرية. تذكر أن النظر بجانب العين يحرمها القدرة على تحديد الألوان والأحجام. لا توجد قواعد ثابتة تعرفك بظهور الشبح. هناك من يشعرون ببرد عندما يتواجد شبح في الغرفة. يرى العلماء إن هذا طبيعي مع انتصاب بصيلات الشعر التي يسببها العصب السمبثاوي لدى التوتر. وهناك من يشعرون بشيء ما. من جديد تبرز مشكلة علمية أخرى، هي أن موجات الصوت الأقل من 20 ميجا هرتز ترددا هي تحت صوتية إنفراساوند. معنى هذا أننا لا نسمعها، لكنها تشعرنا بوجود شيء ما في الحجرة معنا. إذن يقدر العلماء على تفسير رؤية الأشباح والإحساس بها. هناك تفسير علمي آخر هو ظاهرة الموجات الكهرومغناطيسية التي تسبب الهلاوس لسكان البيت. كل القصور المسكونة تحتها صخور متآكلة ومياه. الاحتكاك يولد موجات كهرومغناطيسية قادرة على إحداث خلل مؤقت في العقول. باختصار، ينقسم الناس بصدد الأشباح إلى من يؤمنون بأنها فعلا أشباح، بينما يؤمن متدينون كثيرون بأن الأشباح لا وجود لها، إنما هي شياطين. والفريق الثالث يؤمن بأنه لا وجود لها، إنما هي ظواهر فيزيائية قابلة للتفسير. هناك من يؤمن أن الأشباح بقايا من القوى النفسية لمن ماتوا. من يمت يترك أظفاره وعظامه، وبنفس المنطق يترك قواه النفسية في مكان الموت. الموت بعنف يطلق الكثير من القوى النفسية في المكان، وهذه القوى تعبر عن نفسها بتحريك الأثاث والدق وهز الفراش. هذه هي ظاهرة الغضب المسجل، حيث يموت شخص في حادث فيترك تجمعا هائلا للطاقة في مكان ما، ويتكرر تفجر هذه الطاقة كأنك تعيد تدوير شريط التسجيل عدة مرات. طبعا علماء كثيرون يقولون إن القصة لا تتجاوز قوى تحريك النفسي لا تعرف الضحية أنها تملكها. في كل الحضارات هناك كلام عن الأشباح، وفي كل الحضارات هناك تفسيرات عدة لوجودها. مثلا في الصين قالوا إن الأشباح هي أرواح حرمت من حقها. في التناسخ، إن تناسخ الأرواح فكرة دينية قوية هناك، وهم يؤمنون أن أرواح الغرقى التي حرمت من التناسخ تهاجم الناس لمنعهم من ممارسة التناسخ، وبالتالي تسلبهم هذا الحق لنفسها. هذا ما يطلقون عليه شبح كبش الفداء. هناك معلومات تفصيلية عن الأشباح في كتاب جارودا بورانا الهندوسي. أما عجلة الحياة البوذية سامسارا فتناقش مفهوم الشبح الجائع للوجود، أي إنه لم يشبع من العالم لهذا يفضل أن يبقى فيه. وفي العقائد القديمة في العالم الغربي كانوا يعتقدون أن الأشباح تأتي من اللامبو، وهو مكان بين الجنة والنار. أحيانا تبدو الأشباح شفافة بلا كيان مادي، وهناك قصص عن أناس لمسوا الأشباح أو تعاملوا معها ماديا. كل ما يجمعون عليه هو مصطلح جبلة خارجية إكتوبلازم،
وهي المادة الخام التي تتكون منها الأشباح وتترك أجزاء منها عند ظهورها، سائل لزج يتجمد على الثياب ويتصلب بعدها. عامة تولع الأشباح بالإقامة في الأماكن التي عاشت فيها في حياتها، وبذات الثياب التي اعتادت ارتداءها في حياتها. هناك امرأة صحت من النوم في شاتو دو برينغان في سويسرا لترى رجلا يجلس إلى المكتب يكتب. كان يلبس روبا طويلا رسمت عليه أزهار، وكلما نظرت له مباشرة اختفى. فيما بعد حكت القصة لزوجها الذي سأل السكان القدامى. اتضح أنها رأت فولتير الكاتب الفرنسي العظيم الذي كان يكتب في هذه الحجرة في حياته. هناك أماكن تعج بالأشباح، منها مسكن القس بورلي، بورلي ريكتوري في إنجلترا، وهناك برج لندن حيث شبح آن بولين مقطوع الرأس، وشبح بيكيت، وشبح الملك إدوارد الخامس، وشبح جين غراي، وشبح الرحالة سير والتر رالي. ليس كل الأشباح بشرا، هناك أشباح حيوانات وأشباح بيوت وأشباح قطارات. من أغرب أنواع الأشباح القرين أو الدابل جانجر، وهو أن تقابل نفسك. مقابلة دابل جانجر حقيقي تعني أنك لا سمح الله ستموت قريبا جدا. شبح آخر هو النذير أو ريث، ومعناه أنك تقابل شبحا يجمد الدم في عروقك ثم تكتشف أن صاحبه حي وفي مكان آخر بعيد. على الأرجح يعني هذا حسب القصص أن صاحبه سيموت قريبا. الحقيقة أن الأشباح موضوع محبب ودائم لدى هواة الأساطير والمواضيع الغرائبية، لكنه موضوع لا يسفر عن شيء سوى المزيد من التساؤلات. وكما قلنا من قبل، نحن لا نحارب الخيال، فهو هبة الرحمن لنا، لكننا نحارب الخيال الذي يزعم أنه الحقيقة الوحيدة. أنت ما تقوله جمجمتك. علم قراءة الجماجم فرينولوجي، وهو علم كف الغربيون عن اعتباره علما منذ زمن طويل، وفن لم يزل يؤمن به من ما زالوا يؤمنون به مسمر وسواه. ذلك الفن الذي ابتكره العالم الألماني فرانس جال حوالي عام 1800. يفترض هذا العلم أن كل صفاتنا وراثية ومصدرها المخ، وبما أن المخ موجود في الجمجمة فإن شكل الجمجمة قادر على كشف أدق أسرارنا النفسية. هناك مثلا نتوء يدل على أنك قاتل، ونتوء يدل على أنك جاسوس. فيما بعد أطلق توماس فوستر على هذا العلم اسم فرينولوجي عام 1815. هذا مشتق من لفظة يونانية بمعنى العقل. لقد استخدمت هذه الفكرة بإفراط لدى كل نظام فاشي أو عنصري. شكل الجمجمة يحدد مسارك الأخلاقي منذ لحظة ولادتك، وربما يحدد تفوقك العرقي كذلك. هذا بالطبع ينافي أبسط قواعد الإنسانية، فلست مسؤولا عن شكل رأسك كي تحاسب على هذا الأساس. ثم إن الإنسان كائن حر يختار ويحاسب على اختياراته. ولو أنني صرت مجرما غدا فلأنني اخترت ذلك، وليس لأن شكل جمجمتي أرغمني على هذا. انتقلت الفكرة بسرعة إلى الولايات المتحدة، وسرعان ما أنشأ الأمريكي أورسن فاولر شركة ودار نشر للتعامل مع قراءة الجماجم. هناك أكثر من مجلة متخصصة في هذا العلم، صدرت في القرن التاسع عشر، وكانت هناك آلة تقوم بدراسة شكل جمجمتك ثم تخرج تقريرا مطبوعا. وفي القرن العشرين عادت الفكرة تلح بقوة مع نظرية سيزر لامبروزو عالم الإجرام الذي زعم أن ملامح المجرمين يسهل تمييزها. هناك فن آخر اسمه الميتوبوسكوبي يقوم على قراءة تجاعيد الجبهة، وهو علم تعصب له أرسطو وأبوقراط وما زال يمارس في آسيا. كل هذه الفنون تلعب حول فكرة القيافة التي يعرفها العرب منذ دهور. لقد اشتهر أفراد قبيلة بني سليم بقيافة الأثر، وهي تتبع آثار الأقدام والحوافر، وقيافة البشر وهي معرفة النسب عن طريق هيئة الشخص الخارجية. دعك من فن الفراسة الذي بلغوا فيه شأنا عظيما، كانوا قادرين على معرفة طباعك من شكل وجهك. لو كان شيء قد بقي من هذا العلم فهو حقيقة أن كل جزء من المخ البشري مسؤول عن نوع من المشاعر أو الأفكار، وهذا ما درسه علماء وظائف الأعضاء بدقة وبرعة. باختصار
كان غال مزيجا من مشعوذ وعالم أخطأ الطريق، لكنه لم يعرف أنه رسم بخطواته المتعثرة بداية درب علمي بالغ الأهمية. القداس الأسود. في القرن السابع عشر بدأت الكنيسة الرومانية تتبنى معتقد القداس الأسود الذي قيل إن عبدة الشيطان يمارسونه بانتظام. القداس الديني الأصلي جزء مهم من الديانة المسيحية، يقوم فيه القس بتكرار ما قام به السيد المسيح في العشاء الأخير، والخبز المستعمل في القداس هو القربان رمزا لجسد السيد المسيح. هكذا سرق عبدة الشيطان الفكرة وجعلوا منها نوعا من إبداء الولاء للشيطان، وكانت الكنيسة تضع الماء المقدس والقرابين في خزائن محكمة حتى لا يسرقها عبدة الشيطان ويستعملوها في طقوسهم. يقام القداس الأسود في سبت السحرة أو الساباث. في البدء يأتي من يريد الانضمام ليقبل مؤخرة ضفدعة كبيرة، ثم يقبل يد رجل له وجه ضامر وعينان سوداوان. المفترض أن هذا الرجل يمثل الشيطان. بعد هذا تتكون دائرة لالتهام الطعام وممارسة اللهو والفسق. تظهر قطة سوداء عملاقة فيقبل الجميع ظهرها، ثم تطفأ الشموع ويبدأ فاصل من الممارسات الجنسية. إن ذروة القداس يدعى أورجي، وهي اللفظة التي صارت فيما بعد تعني الجنس الجماعي. بعد هذا يظهر رجل نصفه العلوي مدهون بالفسفور ونصفه السفلي أسود، فيهرعون ليلثموا بطنه. هكذا يعلنون الولاء للشيطان. قيل إنهم يوقعون الصكوك على بيع أرواحهم بعد ذلك. إنها محاكاة تهكمية للقداس الكنسي المقدس، حيث يستعمل البول بدلا من الماء المقدس والنبيذ. وقيل إن القداس يتلى بالعامية بدلا من اللاتينية المعتمدة، وإن النصوص الدينية تقرأ بالمقلوب بينما تتم إهانة الصليب. نساء عاريات على المذبح، ثم ينتهي الاحتفال بذبح الأطفال الرضع. من أشهر من مارسنا هذا الطقس في التاريخ مادام دي مونتسبان، التي كانت وصيفة لزوجة الملك لويس الرابع عشر، وكانت تتوق إلى ألا تنجب الملكة حتى يحبها الملك بدلا منها. قامت بعمل كل شيء تقريبا، حتى إنك تشعر من قراءة تاريخها أنها كانت مصابة بنوع من المس، بل إنها كانت هي القربان على مذبح معظم هذه الممارسات، واستعانت بالسحرة الذين طلبوا دماء أطفال رضع للطقوس. طبعا التهم الملك لويس الرابع عشر الكثير من الفطائر المعجونة بدم هؤلاء الأطفال دون علمه. كل هذا لم يفضي إلى شيء. هكذا بدأ مسلسل من خطف الأطفال الرضع إلى أن افتضح الأمر، وقد عوقب كل من شارك فيه ما عدا المركيزة الحسناء طبعا، لكنها قضت حياتها في رعب تخشى الظلام، وتطاردها أشباح من قتلتهم، حتى ماتت وحيدة عام 1707. على كل حال يعتقد أن القداس الأسود لم يكن قط من طقوس عبادة الشيطان الأساسية، ولكنه مهم جدا في دعاية من يحاربون عبادة الشيطان. ومن الغريب أن زيادة الاهتمام الإعلامي به في الغرب تعود لنمو نفوذ المسيحية. إن كراولي الساحر الشيطاني الشهير يقيم قداسا خاصا به، لكنه لا يتهكم على القداس المسيحي، بل هو يستعمل طقوسا معينة هي تقليد لطقوس التناول المسيحية المعروفة. كذلك كانت لليفي مؤسس كنيسة الشيطان في الولايات المتحدة طقوس خاصة به، تختلف كلية عن الطقوس التي تهواها الأفلام السينمائية لما فيها من إثارة الخيال. الخلاصة، لقد مورس القداس الأسود فعلا، لكنه ليس بالأهمية التي يعتقدها البعض. شيء في المقبرة. مات لورد كارنافون في الخامس من إبريل عام 1923 بعد الافتتاح الرسمي لمقبرة توت عنخ آمون بسبعة أسابيع. لم يكد الخبر ينتشر حتى أصيب العالم بالجنون. هكذا وجد كتاب الغرائب ضالتهم ومنبعا لا ينفذ للقصص المثيرة. قيل إن الأضواء انطفأت في القاهرة كلها بلا تفسير لحظة الوفاة، وهو شيء يحدث في كل الأوقات. بينما عوى كلب اللورد كثيرا في بيت كارنافون ثم مات. حدث هذا بعدما أعلنت الكاتبة ماري كوريلي تحذيرها الشهير من دخول المقبرة. وبالطبع كان كونان دويل مؤلف شيرلوك هولمز مستعدا للتصديق كالعادة،
لذا قال إن موت كرنابون نتيجة للعنة الفراعنة. كانت هناك تعويذة على قاعدة تمثال أنوبيس ابن آوى الذي وجدوه في المقبرة تقول: أنا الذي أمنع الرمل من أن يغمر غرفة الأسرار، أنا هنا لحماية الموتى. لكن صحفيا متحمسا أضاف الكلمات التالية: ولسوف أقتل كل من يجتاز العتبات المقدسة إلى الملك الذي يحيا للأبد. بعد 5 أشهر مات أخو اللورد الأصغر فجأة، دعك من موت طائر الكناريا الخاص بكارتر مكتشف القبر الأمريكي. لا تنسى أن كارتر كان هو المكتشف وكرنافون الممول، وموت الطائر غريب فقد ابتلعته كوبرا يوم افتتاح المقبرة. طبعا كانت هناك كوبرا في تاج الملك سوف تبصق النار في وجوه من يفتحون التابوت. سكرتير كارتر الشاب مات، انتحر أبوه حزنا عليه. أثناء تشييع جنازته داس الحصان الذي يحمل التابوت طفلا فقتله. هنا يصرخ من يؤمنون بلعنة الفراعنة: هل هذه مصادفة أيضا؟ هناك 10 أشخاص ممن فتحوا المقبرة وعددهم 58 ماتوا في السنين التالية. لكن دعنا لا ننسى أن الباقين عاشوا حتى سن متقدمة. كارتر نفسه الذي أقلق نوم المومياء حرفيا عاش بعد هذا 17 عاما، ومات ميتة هادئة في 64. فهل اللعنة تصيب الممولين ولا تصيب المكتشفين؟ بصرف النظر عن أي منطق ظل الناس يؤمنون بكل تفاصيل هذه اللعنة حتى 70، لدرجة أنه عندما عرضت كنوز توت عنخ آمون في سان فرانسيسكو أصيب رجل شرطة ممن يحرسون القناع الذهبي بجلطة مخية، وقد طلب تعويضا باعتبار الجلطة إصابة عمل نتيجة للعنة. طبعا رفض القاضي هذا الكلام الفارغ. على كل حال تسبب فتح القبر أو واكبة موت لورد كارنافون الذي تلقى لدغة بعوضة، تلوثت اللدغة أثناء الحلاقة، من ثم أصيب بتسمم في الدم وتوفي في سن 57. لا يندهش الأطباء من حدوث هذا في عصر ما قبل المضادات الحيوية ومع رجل معتل الصحة أصلا. بعد أعوام وجد العالم البريطاني والتر أمري تمثالا لأوزوريس أثناء عمله في سقارة، وفي الليلة ذاتها يموت بلا تفسير أمام عيني مساعده المصري. لماذا مات شامبليون عالم الآثار المصرية العظيم مكتشف اللغة الهيروغليفية شابا وبلا تفسير؟ لماذا مات بلهارس مكتشف البلهارسيا بعد يومين من رحلته للأقصر مع زوجة الدوق إرنست الأول؟ على كل حال اعتقد كثيرون أن فطرا ساما أسبرجالس نيجرا هو الذي سبب هذه الوفيات، وقد استنشقه الضحايا من غرف الدفن. هذه الفرضية طرحها دكتور عز الدين طه الأستاذ بجامعة القاهرة في 60، وقال إنهم وجدوا هذا الفطر بكثرة في المقابر وفي لفائف المومياوات وفي البرديات، فقط لم يعش طويلا بعد هذا لأنه توفي في حادث سيارة. هل هي البكتيريا؟ هل هي إشعاعات نووية تم استخدامها في طلاء التوابيت على شكل طبقة من اليورانيوم؟ لم يثبت وجود هذه الطبقة قط. لاحظ أن أي مكان تعيش فيه وطاويت هو مكان يسبب فطر هيستوبلازموس بسهولة تامة. فهل كان الفكر هو سبب حالات الوفيات هذه؟ هناك كذلك تركيزات عالية من الأمونيا في هذه المقابر، والأمونيا غاز سام بالتأكيد، لا يمكن البرهنة على وجود لعنة فراعنة، لكنها من ألغاز الكون التي لا يستطيع المرء نفيها بقلب مستريح. اسمه جيلر، من الشخصيات المثيرة للجدل في عالم الإدراك الفائق للحواس ESP. حتى نشأته غريبة مختلطة، إنه نصف مجري نصف نمساوي، ولد في إسرائيل ويعيش في إنجلترا، وكان من حواة الأندية الليلية، ثم اشتهر بعد تقديمه عددا من العروض التلفزيونية للتخاطر والتحريك عن بعد. قال جيلر إنه كان يلعب في حديقة جيرانه العرب في سن 4 عندما هوى من السماء لسان من البرق ضربه، وعندما أفاق أدرك أنه صار إنسانا خارقا للعادة. اشتهر بتجربته على شاشة التلفزيون البريطاني، تلك التي زعم فيها إنه يثني الملاعق بقدراته الذهنية، وقد حذر المشاهدين من أن يحدث ذات الشيء في بيوتهم. يقال إن التجربة فشلت، لكنه بكاريزماه الشهيرة استطاع تحويلها إلى نجاح. زعم كذلك أنه يجعل عقارب الساعة تتوقف أو تتحرك أسرع، وكتب 16 كتابا
بين الواقعي والقصصي. من ضمن مزاعمه الشهيرة أنه كان يمارس سحر الماء لشركات عدة، مما ساعدها على التنقيب عن الماء والبترول، ويقول إن هذا مصدر ثروته الرئيس. يقول خبراء الإدراك الفائق للحواس إنه مجرد نصاب، وإنما يقوم به يمارسه الحواة في الملاهي الليلية دون أن يزعموا شيئا إلا أنها خفة يد وبراع. هو لا ينكر أن أي ساحر آخر يمكنه عمل نفس الأشياء، لكن عن طريق الحيلة، بينما أنا أفعل ذلك فعلا. الحقيقة أنه يدير ظهره للجمهور كثيرا جدا، ويقال إنه يثني الملعقة في لحظة غفلة من الجمهور ثم يعرضها على الناس فيعتقدون أنها انثنت أمام عيونهم. أضف لهذا أن الملاعقة تنثني في أضعف نقطة فيها، حيث لا يقتضي ثنيها الكثير من الجهد. في قضية شهيرة اختطفت فيها موديل مجرية، زعم أنهم سيجدونها حية ترزق، لكن خاطفيها قتلوها. كان هذا فشلا سرعان ما نساه الناس. إن جيلر خبير نفسي، وقد صنع ثروته من فهم النوازع البشرية. هو يجيد جذب قدم ضحاياه إلى أن يقروا بما يريده، ويستعمل أسلوبا يدعى القراءة الباردة، حيث يجعل الضحية تتعاطف معه أثناء قراءة الأفكار فتلمح بالحل. لكن جيلر يجيد شيئا آخر، إنه يعشق المحاكم ويقاضي كل من يشكك في موهبته، وخاصة الساحر الشهير جيمس راندي الذي اتهمه بأنه لا يملك شيئا من هذه المواهب التي يزعمها لنفسه. على الفور قاضاه جيلر، لكنه لم يحصل على الملايين التي طالب بها.